مدرب كبير بيدرب المنتخب الأكبر في القارة، ومع الوقت هيشوف ويقرر قوام المنتخب وطريقة اللعب. صحيح اللعب مع النيجر وليبيليا ما يقولوش حاجة، ما يعبروش عن أي شيء، بس هدينا خدنا الثقة في أنفسنا وفي المدرب، والأكيد أنه بدأ يشوف نواقصنا ويشوف مميزاتنا، والدعم واجب من كل منظومة الكرة، والأهم نشوف مسابقة منتظمة يقدر بيها فيتوريا يختار أفضل العناصر، واللي جاي إن شاء الله لازم يكون أحسن من اللي يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. منتخبنا الوطني زي مباراه النيجر اللي كسب فيها 3-0 النهارده بيكسب ليبيريا 3-0، اهداف لعمر مرموش ومحمد عبد المنعم واحمد حسن كوكا من ضربه جزاء، فوز ثاني على التوالي، فوز ودي ثاني على التوالي لروي فيتوريا كقائد او كمدير فني لمنتخبنا الوطني. الامور تبدو ان فيها كثير من التفاؤل، تبدو وكأنها فيها كثير من الثقة. الحكاية إن إحنا لازم نصبر، ولازم نقول إن إحنا لازم نساند وندعم طول الوقت. مفيش حاجة بتتغير من يوم وليلة، ومفيش حاجة مضمونة. يعني بعد المباراتين دول ما أقدرش أقول لك إن منتخب مصر راجع تاني لأمجاد 2006 و2008 و2010، ولا أقول لك هيبقى عنده الأزمات بتاعت الكام شهر اللي فاتوا. ما أقدرش لا أقول لك كده ولا أقول لك كده، بس أقول لك أهي شوية تفاؤل. الفوز حلو، هتكسب مين؟ مش دي الحكاية، بس بتكسب. المكسب بيبقى حلو، ودي أو رسمي بيبقى حلو. المنظر النهاردة كان شكله حلو، إحنا مسيطرين، بنهاجم بقوة، بنستخلص الكورة بسرعة، بنضغط من مناطق متقدمة. في بعض الملامح، طبعا الخصم مش قوي، فانت مش مع الخصوم الاقوياء مش شرط تعمل نفس الاسلوب، ممكن يبقى في اسلوب تاني. بس يلا ندعم، يلا نساند. النهارده عمر مرموش في رايي كان من افضل لاعبي المباراه، عمل مجهود عبقري وعمل اداء مميز جدا وسجل هدف رائع، وعمل كوره حلوه قوي لمحمود تريزيجيه، جت للاسف من محمود تريزيجيه في العارضه، بس الشكل اوفر اول يعني بشكل عام لا، المنظر كان حلو. يا رب تكمل على كده، لسه هيبص على لعيبة أخرى، لسه هيشوف اختيارات جديدة، لسه عناصر هتخش المنتخب، لسه ما شفناش الدوري الجديد هيبقى منتظم ولا لأ، اللعيبة هتستهلك ولا لأ، هيبقوا مرهقين وهم رايحين للمنتخب ولا لأ، الدوري هيفرز لعيبة مميزة ولا لأ، كل ده هنشوفه الموسم الجديد، ولازم يحصل ده، لازم دوري منتظم. وهو أنا بقولها لك بدري 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 بدري، حال منتخب مصر مش هينصلح إلا إذا شرط واحد، لو بدينا مصلحة منتخب مصر عن أي نادي في مصر، شوف عن أي نادي في مصر، كبير أو بين قوسين صغير، هتبص على مصلحة نادي زعلان، نادي متضايق، نادي عايز يأجل، نادي مش عايز يلعب لعيبته في المنتخب، ناس عايز ياخد لعيبته من المنتخب، هتبص لمصلحة أي نادي قبل مصلحة منتخب مصر، يبقى مش هتشوف خير لمنتخب مصر. أنا بتكلم مع مين؟ مع القائمين عن منظومة الكرة في مصر، بتكلم عن الأندية الكبيرة، بتكلم عن الناس اللي عايزة تنجح منتخب مصر. بدري بدري بقول لك أهو، عارف ليه؟ عشان إحنا كل لا قدر الله إخفاق بنقول الكلمتين دول، طب وإحنا واقفين على رجلينا دلوقتي والأمور فيها ابتسامة وفيها انتصارات والحياة حلوة، بنقول الكلمتين دول، مش لازم نقولهم وقت المشاكل ونقعد نكررهم وقت المشاكل او وقت الاخفاقات لا قدر الله. ادينا بنقولهم واحنا مبسوطين عشان نمسك نفسنا. دوري السنه الجايه ما فيهوش هزار. اللي عايز ياجل هنقول له والله احنا اسفين، احنا بنحبك يا نادي يا كبير، بنحبك قوي وبنحترمك وبتمثلنا وكل شيء، بس والله احنا اسفين، في منتخب مصر، ومنتخب مصر ده فوق الجميع، غصب عني وعن اللي جنبي وعنك وعننا كلنا، غصب عننا هنعمل ايه؟
انت مش بتحب منتخب مصر زيك زي، مش شايف ان مصلحه منتخب مصر اهم من مصلحتك زي، فلازم كلنا نتعامل مع هذا الوضع عشان نشوف منتخب محترم. دي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل بيختار لعيبه حسب ما بتشوف عينيه، شايف لعيبه كويسه، في لعيبه تانية نجوم في الكره المصريه او ابطال في الكره المصريه، بس ابطال من ورق، ابطال بيصنعهم السوشيال ميديا، ابطال بتصنعهم انديه، ابطال وخلاص، بس مش بيبقوا ابطال في الملعب. الراجل هيدور على ابطال في الملعب، فما نفضلش بقى، ما نفضلش نقول له انت ما خدتش فلان، انت ما تعرفش فلان ده يبقى مين، ده احسن لاعب في مصر على الفيسبوك، ده احسن لاعب في مصر على انستجرام بعدد الفولورز يعني، بعدد المتابعين. لا يا سيدي، احنا عايزين ناس اللي بتلعب برجوله في الملعب، اللي ما نجمتهاش السوشيال ميديا، اللعيبه اللي بتاكل النجيله بجد، اللعيبه اللي بتدي المنتخب مصر بجد. مش عايزين بقى الجو اللي هو بتاع ايه ده النجم بتاع النادي الفلاني، بلا نجم بلا مش نجم، مش عايزين نجوم احنا، ما احنا جربنا النجوم ما عملوش حاجه. احنا عايزين لعيبه اللي زي محمود حماده، مش بقول محمود حماده كلاعب او كموهبه، هو موهبه ولاعب وكل حاجه، بس اللعيبه اللي احنا ممكن ما نبقاش عارفين عنها حاجه بس تنزل تاكل النجيله. هو انت كنت تتوقع ان محمد عبد المنعم يبقى اساسي في المنتخب دلوقتي وبيسجل وبيلعب وبيدافع؟ كنت تتوقع ده؟ كارلوس كيروش هو اللي عمل ده، ولا كان هيرجع النادي الاهلي، ولا كان هيلعب مع النادي الاهلي، وكان هيفضل معار طول عمره وما كانش حد هيعرفه. محمود حماده هو راجل عنده 27 28 سنه ما شمش المنتخب قبل كده. وعد بقى لعيبه كتير، عد لعيبه كتير. عشان كده سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشتغل، بلاش بقى اللي هو التجويد بتاع ايه، لا لا ده جاي يفتي، ده جاي، انا عارف انا الجمل بتتقال، ده جاي ياكل عيش، ده جاي يشتغلنا، ده جاي يضحك علينا، ده جاي مش عارف ايه. يا جماعه مفيش حد لا بيضحك علينا ولا بيشتغلنا ولا عايز مننا اصلا حاجه. كل مدرب بيجي منتخب مصر الاجانب تحديدا بيبقى جاي عشان عايز يكبر اسمه، يعني هو اسمه كبير وعايز يكبره اكتر، مش عايز يفشل، مش عايز في السي في بتاعه يبقى فاشل. مفيش الكلام ده خالص، حطوه على جنب. احنا عندنا مشاكلنا اللي عارفينها وادينا بنحلها وادينا بناخد خطوات لقدام. الراجل اللي هيبقى معايا دلوقتي هو واحد من اساطير الكره المصريه، حاجه مسلم بيها يعني، واحد من النجوم المحترمين اللي الجميع بيحبوه، كلهم كل الناس، ما تقابلش حد اهلاوي بقى زملكاوي اسماعيلاوي اي حد مش هتلاقيه ما بيحبهوش، كلهم بيحبوه او على الاقل بيحترموه، صعب ما تحترموش. الايام اللي فاتت بالمناسبه شخصيا انا يعني دخلت في مناقشات على السوشيال ميديا على ناس كانت بتتكلم عنه، وقلت لهم الراجل ده على المستوى المهني والمستوى الشخصي وعلى مستوى التاريخ مفيش غبار عليه وما ينفعش حد اصلا ينتقده، وهو بصراحه من الاخر يعني، من الاخر مش من الناس اللي محتاجه حاجه يعني، يعني مش محتاج يعمل حاجه عشان حاجه، مش محتاج. ده هو شرف لينا وشرف ليه اكيد ان هو موجود في منظومه الكره المصريه، واكيد هو بيساعد ومن اكتر الناس اللي تعبت الفتره اللي فاتت سواء على مستوى الاجهزه الفنيه لمنتخبات مصر سواء الاول او الاولمبي، وعلى مستوى طبعا القصه بتاعت مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام. معايا عبر الهاتف الان اسطوره كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا كابتن حازم مشرف ومنور. يا كريم يا حبيب قلبي، والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه على الكلام انت بتقوله ده، يعني كتر خيرك، والواحد والله ما يستاهلش يعني من الحاجات انت بتقولها دي يعني، بس انت كلامك مؤثر والله، جيت اثرت بيها يعني، متشكر جدا جدا يا كريم والله، كتر خيرك، ويعني مبسوط بيك ومبسوط بكلامك، ورب نكون عند حسن ظنك كده وظن الناس اللي زيك كده ان شاء الله. والله يا كابتن حازم من القلب، وده اكيد مشاعري ومشاعر الناس كلها يعني، هو لا مجامله وانت عارف يعني، وانت عارف ان هو مفيش. ربنا يخليك، الله يكرمك، ربنا يخليك. النهارده انتصارين متتاليين لمنتخب مصر زي ما قلت في المقدمه، حاجه تدي تفاؤل، حاجه توقفنا على رجلنا، مش هنقيس عليهم اي حاجه، بس اهو خطوه حلوه تخلينا مطمنين. شفت الانتصارين ازاي يا كابتن حازم؟ بص والله، واحنا في الاول مع مستر هوي كنا بنتكلم على الماتشات الوديه لسه بنحضر فيها، فاتفقنا على ان يبقوا ماتشين في الامكان يعني، نقدر هو يشوف لعيبته، صعب يعني ما حدش يبتدي ماتشات مع مدرب جديد بماتشات كبيره، صحيح، ماتشات جامده، صحيح، يعني زي ما بقول الفرق، حتى فرق الدوري دلوقتي هتبتدي الفتره الاعداد بيلعب ماتشات درجه ثانيه وبعدين درجه اولى خفيفه، وبعدين يبتدي ياخد تدريجي الماتشات عشان يشوف لعيبته ويشوف اللعيبه في على المستوى ده عامله ازاي يعني. فاحنا خدنا فرقتين محترمتين طبعا، نايجر وليبيريا، والراجل شاف حوالي كل الفرقه يعني تقريبا ما عدا يمكن ثلاث اربع لعيبه. عايز يشتغل على فكره معينه اشوفها في الماتشات دي، فغير بقى الماتشات الفنيه كمان يا كريم اللي عجبني جدا جدا المعسكر واللعيبه في المعسكر، اللعيبه كلها بصراحه حاجه
رائعه بدايه من الصباح. طبعا كابتن كفير ارغيث اظهر واحد، والناس كلها تحس ان هي مبسوطه في المعسكر عايزه تلعب. حتى بكلم مع فيتوريا بعد اول تمرين وثاني تمرين، قال لي انا ما قال لي لا ما كنتش واقع كده، يعني فاكر الموضوع اللعيبه مش زي ما انا كنت فاكرها، لقاها احسن بكتير ما كان متوقع، يعني قال انا كنت شايفهم احسن بكتير ما كنت متوقع. مركزين جدا، بيلعبوا رتم عالي جدا في التمرين، عايزين على طول، هو التمرينات كلها بالكوره، ما فيش بدني كتير من غير كوره، كله بالكوره. فاللعيبه مبسوطه بالموضوع ده، فبشكر اللعيبه كلها اللي في المعسكر بصراحه، وبشكر كل القائمين على المعسكر، دي مهمه جدا اللي خلت الراجل مبسوط في المعسكر، وحاسس ان ده كان اول معسكر، خلي بالك صح، ده الانطباعات الاولى يعني تبقى مهمه للمدربين الاجانب، ياخد فكره عن اللعيبه. ما هو ده سؤال يا كابتن حازم، انطباعاته هو بقى، انطباعاته من اللاعبين، مستوى اللاعبين، عشان في كتير قوي مدربين كانوا يتكلموا على كواليتي اللاعبين وانه لا لسه عندهم نواقص. خلينا نكون واقعيين، هو لسه ما دخلش في مرحله صعبه، او يعني ما دخلش في ماتشات اقوى، لكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى التمرين وتركيزهم في التمرين وفي الماتشات اللي بيعملوه في التمرين، بيحاولوا يعملوه في الماتشات، هو مبسوط جدا. هو قال كده في المؤتمر الصحفي النهارده، يعني قال مبسوط جدا باللعيبه وبالمعسكر. طبعا المعسكر جاي هيبقى اقوى اكيد بكثير، يعني هنلعب مع بلجيكا، واحده من احسن فرق العالم. طبعا المواضيع بتتغير والشكل بيتغير، لكن انا بتكلم على فكره ان هو بيلعب ازاي وعايز يحط لعيبه عامله ازاي، هو فكرته هجوميه، وده اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه كمحللين حتى وكمذيعين وكناس متابعين للكوره، عايزين نلعب كوره شويه هجوم. فهو دماغه دايما عايز، يعني على فكره انت لما تبص في السي في بتاع روي هتلاقي ان هو ما طلعش تقريبا ولا ماتش 0-0 تقريبا، يعني صح، كل الماتشات اجوان، يا اما 1-1 يا اما هو كسبان 3-1 4-2، كلها ارقام فيها، او كل الماتشات فيها اهداف يعني. صحيح، وهو عنده ميزه عبقريه جدا، انا شفتها حتى من لقاءات عملها في اوروبا او حتى عملها في السعوديه، انه راجل مش بتاع مبررات، هو راجل بتاع شغل، يعني مش هيجي يقول لك اصل انا والله انا شايف اللعيبه دي مش عارف ايه، الملاعب عامله ازاي، المسابقه والكلام. بص يا كريم، عايز اقول لك حاجه، الراجل ده بقى له تقريبا شهر كده في مصر قبل المعسكر، يعني او شهر ونص تقريبا، الراجل ده عنده مكتب في اتحاد الكوره كانه موظف، بيجي كل يوم هو والستاف بتاعه، بيجوا كل يوم الساعه مثلا 11 او 10 ويمشوا 3، كل يوم بيجوا تخش عليهم تلاقيهم فاتحين اللابتوب، فاتحين السكرين، ماتش فوق وماتش تحت، اللعيب بيتكلموا عليه، جايبين له كل الاحصائيات بتاعته، شغل على طول، ديتيلز هايل بجد، هو بياخد باله من الديتيلز، فيا رب يطلع كويس، وهو كويس ورب هو كابتن حازم مديرين من المديرين الفنيين اللي بيحبوا اللاعبين الشباب، بيحبوا العناصر الشابه مع كل الفرق اللي دربها. هل هو بصراحه شخصية محترمة جدا يا كريم. هل في خطة بقى للنظر للاعبين الشباب، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، اللاعبين؟ هو بيحاول بس انت عندنا منتخب اولمبي برضه، خلي بالك عندنا مشكلة كبيرة في المنتخب الاولمبي، ان المنتخب الاولمبي اجندته مش دولية، دي مشكلة كبيرة جدا هتواجهنا، ان احنا لما هنلعب ماتشات التصفيات الشهر الجاي، انت المنتخبات الاولمبية ما عندهاش اجندة دولية. فانت هتاخد بقى لعيبه من الانديه، والانديه يقول لك ده عايزه، وده هتبقى عندنا فيها طبعا مشكله وخناقه، ونتمنى الناس تساعدنا يعني. ده ممكن مهم جدا، فهو مش عايز يزود الفتره دي، عشان برضه الراجل ميكيلي ما عنده مشاكل، يعني ما عندوش وقت كتير، وما عندوش رفاهيه اللعيبه الدوليه قوي، لان زي ما بقول لك هو حسب بقى كل نادي هيدي ايه وهيعمل ايه، وتخش بنيجوشيشن وتخش مع ده، وده عنده ماتش صعب وده عنده ماتش سهل، يعني فالموضوع هو باصص تحته طبعا، وشايف لعيبه كتير كويسه، وكان عايز ياخد كذا لعيب، لكن كان في معسكر هنا وكان في معسكر 2003 فسابهم، كان بدايه اولى يعني. هايل. اللاعبين بقى في المعسكر يا كابتن حازم، قلت ان هم كلهم كانوا مبسوطين وسعداء جدا، وانا متاكد هايل. هايل. هل كان في زعل من قصه المستحقات بتاعت كاس الامم الافريقيه فعلا؟ اتكلمنا فيها يعني، خلينا نكون صراحه، الناس طبعا اتكلمت فيها، هو ليه تعليف ليهم ماتشين تقريبا لسه، اتكلمنا مع يعني ان شاء الله باذن الله نطلعهم في اقرب وقت، قريب جدا هنطلعهم. هايل. احنا عندنا بس يعني برضه الحكام كان ليهم فلوس طلعناها لهم برضه قبل بدايه السيزون، ابتدينا نطلع عليهم من السيزون اللي فات. لكن ليهم ماتشين، دورين يعني، هو بياخدوا بالدور بتوع افريقيا. فان شاء الله نعملها لهم يعني، لكن بغض النظر هم ما اتكلموش في الفلوس يعني، يعني لعيبه برضو مش في دماغهم الفلوس، دماغهم منتخب مصر يلعبوا ازاي. بيطالب مره يقولها وبس خلاص يعني، هي وانا كابتن حازم لو تسمح، انا قلت امبارح هو مش عيب لما يطلب بمستحقاته، احنا عندنا اللاعب المصري بيطلب بمستحقاته، بس ما بيعملش مثلا زي منتخبات اخرى في القاره، ممكن مثلا يقطع المنتخب لا قدر الله عشان مستحقاته، لكن هو كده هيلعب وهياكل النجيله. الناس بتاعتنا ناس منتميه وعندها طبعا
حب مصر ده اهم حاجه، احنا نيجي المنتخب ده شرف لينا ان احنا نيجي، يعني في لعيبه مش مخ حاجه غير انها تمثل منتخب مصر، ده شرف بالنسبه لها يعني. لكن طبعا ليهم، لكن بصراحه يعني الناس منتهى الاحترام وبيتمرنوا واشتغلوا كويس، وزي ما بقول لك يعني كنت بقعد اسمع بره في يعني الناس تقول لك في ازمه مش عارف مين وازمه مين وازمه شناوي شناوي، عايز اقول لك ولا ازمه ولا حاجه، الناس اللي يعني محمد الشناوي مثلا المفروض هو يثير ازمه والناس مستنيه بقى يتخانق الراجل زي الفل ولا حاجه. عشان بس كلام حضرتك يبقى واضح، عشان كلام حضرتك يبقى واضح، حضرتك بتتكلم على القصه بتاعت الرقم محمد الشناوي واحمد الشناوي. الناس ولا حاجه خالص، اتكلموا مع الراجل، الراجل هنا كذا وهنا كذا، وهو الشناوي قال لك تمام انا عايز فالاثنين ما عملوش خناقه ولا في مشكله ولا في ازمه اساسا من دي 1 الدنيا سموث يعني. بس طبعا انت عارف الناس هتبقى شايفه ان هيبقى يعني، بصراحه انا بحيي اللعيبه وبحيي الاثنين لعيبه او ثلاث لعيبه النجوان يعني، وخصوصا محمد فوران، لان راجل انا عايز العب، انا جاي العب منتخب مصر. فبصراحه يعني كل اللعيبه كانت متعاونه جدا جدا. كابتن حازم الكلمتين اللي هقولهم لك دول بنقولهم لا قدر الله، لا قدر الله في اي اخفاق ففرصه نقولهم واحنا دلوقتي واقفين على رجلينا والامور حلوه. اللي هقوله لك دلوقتي ان احنا عايزين فعلا بقى ان شاء الله، انا عارف ان الكلام ده مش من اختصاصاتك ده اختصاصات الرابطه، بس عايزين مسابقه مستقره، عايزين لاعبين جيدين مش لاعبين ابطال بيصنعوا من السوشيال ميديا من ورق يبقى الراجل بيختار لعيبه كويسه، عايزين الحاجات اللي احنا دايما كنا بنقعد ننتقدها بعد كل اخفاق نقولها دلوقتي انها ما تحصلش واحنا مبسوطين دلوقتي. والله يعني اتمنى، انا اتمنى ان كمان يبقى يعني، خلي بالك فكره ان نظام المسابقه يبقى ملتزم بيه الناس كلها ده مهم جدا جدا، لان ده بيديك انطباع ان الناس دي منظمه وعندها جدول وبتشتغل عليه، وده انا اللي شايفه وعارفه من خلال الرابطه وصديقنا نائب احمد دياب وعماد متعب وخالد رفعت وثروت الناس اللي ماسكه، ان هم ناويين يعملوا كده السنه دي ان شاء الله باذن الله، ان هم يبقى كل وده حاولوا على فكره السنه اللي فاتت يعني، يمكن اول مره ما بقاش في تاجيلات كتيره قوي، وكان في عقد اقل يمكن الحدود عشان الاهلي كان هيلعب فاينل افريقيا تاجل له ماتش واحد تقريبا بتاع ايسترن، لكن كل كانت الدنيا ماشيه كويس بشكل كبير يعني، في فرق كان واضح على الرابطه عامله بصراحه، والسنه دي هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله يعني. طيب عشان 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 انا في المداخله دي مش عايز اثير اي حاجه، عشان مبسوط جدا ان انت موجود معايا، بس الفتره الاخيره كابتن حازم اسمك دايما يرتبط باي موضوع او اي توبيك له علاقه بمشكله او حاجه في اتحاد الكره او المنتخب على السوشيال ميديا تحديدا ومن بعض الناس. عايز تقول لي عايز تقول لهم ايه يعني؟ انا ممكن اقول انا بس عايزك انت برضه تقول فرصه. ما اقولش حاجه والله، بقول لهم يا عم كتر خيركم، وانا يعني لو انا بص الدنيا او الزمن هيبين دايما الصح والغلط، مفيش حاجه بتفضل على طول، بيبقى في ناس بتطلع بحاجات ممكن تبقى ارائها ممكن تبقى تعصب، لكن مع الوقت بيبان مين الصح ومين الغلط، مين اللي عمل ايه فعلا او مين ما عملش ايه، لكن هو النقيض، لا اما انا ما بعملش حاجه خالص وما بيعملش حاجه وملوش لازمه، لا اما بعمل كل حاجه وهو ده اللي بيديه كل حاجه. ليه بقى الكلام ده؟ انا ما اعرفش يعني، اللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسباب، واللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسباب، لكن في الحالتين انا حازم البني ادم طبيعي، انا معرفك من خمس ست سنين، انا لا يعني لا بتغير هنا ولا بتغير هنا، هو انا زي البني ادم في الكلام، بتعامل زي ما قلت في حاجات في كل الشغل يعني، وبمنطق اللي انا شايفه كراجل عندي خبرات كان عندي خبرات يعني. فممكن بس لازم اعرف ان طول ما انت بتشتغل في حته عليها لغط او عليها كلام لازم الناس هتنتقدك، ده طبيعي، وانا يعني ذات انا ما دام انت بقيت مسؤول على حاجه عامه، الناس خصوصا كره القدم شايف الكوره عامله ازاي، يوم انت فوق ويوم تحت، فالناس بتتكلم كتير. بس انا اتمنى بس الناس وهي بتكتب الحاجه تفكر فيها، ما تنقلش وخلاص، تفكر الكلام ده هو حصل، طب حصل ازاي، طب بيعمل يعني، بس تفكر شويه، لو فكرنا شويه هنلاقي الموضوع ما فيش موضوع من الكلام ده كله. لكن لازم دي ضريبه ان انت بتشتغل في شغلانه عامه، صح، لازم الناس يعني لازم تتقبل كل الناس، بس يعني التجاوزات مرفوضه طبعا، دي اللي بتضايق، دي اللي بتضايق منها، اللي هو كلام يعني مرسل كده وحاجات اهانات شويه فيها حاجات مش لذيذه يعني، ده بتضايق، لكن ممكن يقول لك انت ما عندكش فكره انت مش فاهم، ماشي، كل الناس معارضه لهذا الكلام، لكن ساعات التجاوز بيبقى الناس بتاخدها يعني في حدود ان هو الحريه المطلقه، وده يمكن بس ده بيضايقنا شويه، لكن الحمد لله لكل شيء يعني، الواحد مبسوط الحمد لله وبيتقي الله في شغله وبيحاول يعمل الصح، اكيد مش انا مش الصح عندي بس يعني، ممكن اعمل صح وممكن اعمل غلط، لكن بنحاول نعمل الصح ان شاء الله يعني. هو عموما طول ما انت موجود في اداره الكره المصريه احنا كلنا سعداء ومبسوطين. يا كابتن حازم شرفت ونورت حقيقي، كنت مبسوط جدا والله يا حبيبي، انا بشكرك، اشكرك شكرا جزيلا على كلامك الجميل، شكرا كتير، اشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم، دايما موفق ودايما رائع كعادتك في الملعب وخارج الملعب. يا جماعه الناس اللي بتشتغل في العمل العام، هو خاصه لما يبقى واحد زي حازم امام
خلينا منطقيين يعني، لا محتاج حاجه ولا هدف حاجه، عادي انا عايز امام يعني، حتى مش باحث عن النجوميه، مش باحث عن انجاز، لا قدر الله مش باحث عن امور تانية غير يعني غير لا قدر الله غير نظيفه ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، مفيش اي حاجه ربما ممكن تيجي في خيالك تدين مثلا واحد زي حازم امام. سيبك من حكايه حازم امام، انا بتكلم عاده ما ينفعش تتهم حد او تهاجم حد الا لما يبقى معاك دليل واضح، معكش يبقى ما تتكلمش ببساطه شديده. دلوقتي هنتكلم كتير جدا عن منتخبنا الوطني، الشكل اللي عليه منتخب مصر مع روي فيتوريا، مع الصديق العزيز محمد جمال يقول لنا شاف ايه في المباراتين سواء مباراه النيجر او مباراه ليبيريا. جيمي مشرف ومنور كالعاده. مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده. انا اسعد. اخبارك ايه؟ يا رب دايما منور. الحمد كله لله، كله حلو، زي الفل، الامور ظريفه 100 100. المنتخب الى حد كبير يدعو للتفاؤل طبعا، مفيش حاجه نقدر نقول عليها ان هي اكيده، لا احنا بقينا حلوين قوي ولا لا قدر الله احنا لسه على الماضي. في البدايات دايما بتاخد انطباعات. حلو، حلوه الجمله. ايه الانطباع المهم اللي انت خدته عن فيتوريا؟ الراجل طبيعي جدا، عشان ناس كتير بتسال سؤال، لعبنا ماتشين يبدو انهم مباريات في المتناول، بتلعب مع الفرق رانكينج 112 150 بعاد جدا عن منتخب مصر واسم منتخب مصر، ولكن لما اجي اتكلم على مدير فني في بداياته لازم طبعا انه يبدا ياخد مباريات تدريجيه. صحيح. خاصه انه ما عندوش اي حدث او معترك قريب رسمي زي بقيه الفرق اللي تاهلت لكاس العالم. فالراجل جاي يشتغل عشان بيبني على اللونج تيرم. صحيح. ايه الانطباع اللي خدته عن الراجل؟ الراجل جاي بيثبت حاجات، بيثبت بعض المفاهيم مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه علشان يبتدي يبني عليها. من ضمن هذه المفاهيم الطريقه، من ضمن هذه، وهنتكلم على الطريقه تفصيلا، ومن ضمن هذه المفاهيم بعض العناصر الاساسيه. في عناصر هي كانت موجوده مع كارلوس كيروش، ولما نيجي نشرح على البورت، وخلينا نبتدي على البورت على طول. طيب هنيجي، الناس كلها، كل الناس اللي جات اتكلمت على روي فيتوري دايما بنتكلم لما نيجي يتسال ايه الطريقه اللي بيلعب بيها المدرب ده، بنقول الطريقه الدوميننت او الغالبه هي طريقه كذا، لكن هو بيلعب بطرق تانية. فالطريقه الدوميننت عند روي فيتوريا هي 4-2-3-1. طب هل لعب روي فيتوريا 4-2-3-1؟ لا. روي فيتوريا في الماتشين ما لعبش 4-2-3-1. روي فيتوريا راح لتوظيف جديد لل 4-3-3 مشابهه للشكل الخططي بتاع كارلوس كروش، لكن في شويه حاجات متغيره هنشرحها بالتفصيل. فخلينا نقول ال 4-3-3 اللي اشتغل بيها روي فيتوريا خاصه النهارده، ليه كان بيلعب 4-3-3؟ مين اللي كان بيعمل له الشغل اللي هو محتاجه؟ وهل الشغل، ودايما لما نيجي نقول هل الشغل ده هو وليد الموقف؟ هل نتيجه قرارات فرديه من اللاعبين؟ ولا نتيجه حاجه المدرب بيحاول يطبقها؟ ده من خلال حاجه بنسميها النمط. يعني ايه نمط؟ يعني حاجه حصلت في الماتش الاولاني، حاجه حصلت في الماتش الثاني، لو شفنا التدريبات حاجه حصلت في التدريبات. ده بنسميه نمط. لما نيجي نشوف اول ما يجهز معانا الاهداف بتاعه المباراتين، خليني اقول لك الراجل بيلعب 4-3-3 ونقول الراجل بدا النهارده بمين. الراجل بدا بعمر جابر واحد، وبعد ما نخلص الشرح هقول لك مين العناصر اللي ما كانتش موجوده بشكل دائم خلال الفتره اللي فاتت ونالت او حازت على ثقه روي فيتوريا وهتكون موجوده معاه في المعسكرات اللي الله عليك. فبنتكلم في 4. دي الاهداف النهارده. دي خلينا نجيب، انا عايز الهدف الاولاني الاول بتاع عمر مرموش من البدايه. لا من البدايه، عايز اللقطه من البدايه خالص. من عندنا هنا. من الاسيست. ايوه. الكره دي في بدايتها، بتاعه احمد كوكا، نزل وسط الملعب عشان يسحب ورجع تاني بعد ما الكره راحت على الطرف، راح رايح معلش رجع لي الكره تاني من اولها، من اولها ومشيها لي فريم فريم. رجع تاني بعد ما عمل الباس، وهجيبها لك في الكره اللي ضاعت اللي السوشيال ميديا كلها اتكلمت عليها بتاعه تريزيجيه، اوريك الباترن وهو بيكرر دور الاسترايكر هنا اللي هو راس الحربه بيعمل ايه هنا دلوقتي. عمر مرموش انت شايفه فين؟ على الخط. صح. موجود في مركز الجناح، يبقى طبيعي هتلاقي الاثنين بس وقف هنا قبل الشوط. بص هنا تريزيجيه، هنا كريم في جوه المنطقه، فيرويد، احمد حسن كوك معاه فيرويد. فلما اجي اتكلم على الاثنين دول هتلاقي دايما في كل الكرات، كل لقطات المباراه اللي خدناها في على الاقل اثنين، اما الجناحين او جناح وفيرويد دايما. صح. موجودين جوه ال 18. صح. كمل الفريم، كمل عشان الفولو. بص تريزيجيه راح فين. ده كنا دايما بنعلق على تريزيجيه، بنقول هو لعيب مهم جدا للشكل الجماعي، لعيب بيبذل مجهود كبير جدا، لكن عنده مشكله
في ايه؟ في الشاربنس، انه ما بيروحش على الجون، انه ما بيروحش في مناطق الخطوره، دايما بيشتغل تحت. دي واحده من النقط اللي هجيبها لك المباراه اللي فاتت باختلاف العناصر، بوجود محمد صلاح ومصطفى محمد مع العنصر الثابت، واحد من نجوم المباراه النهارده بالنسبه لي هو النجم الاول للمباراه عمر مرموش. صح. عمل مباراه كبيره جدا جدا. صح. جدا. وخلي بالك عدم وجود صلاح اداله اريحيه، كان بيشتغل على الطرفين، ما اشتغلش على طرف واحد زي ما كان بيشتغل. خش بقى هات لي الكوره بتاعه تريزيجيه، الكوره اللي ضاعت للسوشيال ميديا اتكلمت عليها عشان نشرح عليها احمد حسن كوكا. لا ده ايوه، لا دي كرة في وسط الملعب. هي هي. بس وقف هنا، وقف هنا، وقف هنا، وقف هنا، بس وقف. لا رجع تاني، رجع تاني، رجع، بس وقف هنا. بص يا كوكا، بص يا كريم، احنا اللقطه اللي فاتت، الفريم اللي فاتت شرحنا ايه؟ انه الاثنين الاجنحه، واحد طالع على الطرف وواحد مكمل مع الفيرود. طب الفيرود نازل تحت في وسط الملعب، كمل لي بقى وماشي فريم فريم. ماشي. يلا. احمد حسن كوكا نزل تحت، هتلاقي مرموش داخل انسايد، هو هنا مش جناح طرف، هو داخل مكمل فيرود جوه ال 18. كمل كمل كمل، اسرع شويه، اسرع شويه، وبعدين وقف لي بعد ما يستلم. وتريزيجيه رايح فين؟ كمل 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 كمل. بص البوزيشن هنا كريم، نفس البوزيشن في الكوره اللي سجلها عمر مرموش من على الجناح، موجود تريزيجيه جوه ال 18 فيروي الثاني. لكن في الكوره دي الاثنين الفراوده اللي موجودين هم الجناحين. بيعتمد على ايه؟ تعال لي بقى هنا على البورد، ارجع لي على البورد ثاني. بص يا كريم، احنا هنا قلنا انه الراجل ده مثبت فكره، لازم يكون عندي زياده عدديه. هقول لك الزياده دي بتحتاج ايه هنا في الكوره دي، ومعلش جهز لي عبال يعني، ارجع لي على البورد وتعالى لي على البورد تاني، ونجهز الجول بتاع مصطفى محمد المباراه اللي فاتت. بيعتمد على ايه؟ على الجناحين يخش جوه ال 18 علشان يعمل الزياده العدديه. كنا بنفتقد دي طبعا. انا ما اقدرش اقول انه ضعف المنافس خلاني طبقت بعض الحاجات هاي، عشان ما اظلمش كيروش. صح. كيروش كان بيحاول يعمل دي، لكن قوه المنافس في بطوله افريقيا طبعا طبعا منعك من انك تقدر تعمل. طيب. هو كان بيحاول يطبق نفس الفكره. صحيح. انت كان في لقطه عايز تقولها تاني تتعلق بيها قبل بس نوقف هنا، عشان هروح للنقطه الثانيه. هروح للنقطه الثانيه اللي الراجل بيشتغل عليها، ومين اللعيبه اللي هو الراجل طلع منها ان اللعيبه دي مكمله معاه. صحيح. فكره البروجريشن باس. فهنا يا اما الفيرود موجود ومعاه الجناح، والجناح العكسي هو اللي الكره ناحيته، زي ما حصلت الكره بتاعت مرموش وسجل من هنا، دخل تريزيجيه كمل جوه ال 18 وكان معاه احمد حسن كوكا. طيب لما احمد حسن كوكا نزل هنا، دخل مرموش مع تريزيجيه كاتنين فراوده، بيحافظ على انه في اتنين دايما جوه ال 18. طيب مشي لي الكره دي عشان اقول لك الفكره اللي بعديها. طيب كمل كمل، بس وقف لي هنا. مين اللاعب اللي بيعمل الباس هنا؟ الكره قبل ما تروح لمصطفى امام عاشور. هايل. البروجريشن باس، فكره البروجريشن باس عند روي فيتوريا دي انا شفتها بنفسي في التمرين مره واثنين وثلاثه. بيعتمد على ايه؟ عايز اللعيب الوسط المساند، لعيب مركز 8 يكون جيد جدا 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 في البروجريشن باس، في الكرات الاماميه، في الكرات اللي بيتم تحريكها بسرعه فين، اعتمادا على التحركات بتاعه الثلاثي الامامي. ممتاز. لما نيجي نجيب الجون اللي بعده بتاع محمد صلاح، واستلام محمد صلاح من الناحيه العكسيه وراجل جناح يمين بيستلم من جوه ال 18، بيستلم من جوه ال 18. بص هنا عمر مرموش فين؟ في المكان المتحفظ، نفس المكان اللي جاب منه الجون النهارده. بص لي صلاح داخل فين؟ صلاح في الاساس هو راجل جناح يمين. صح. داخل عمل ايه؟ كمل 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 كمل، وقف فريم بعد ما صلاح يستلم، بس وقف لي هنا. بص يا كريم، الفكره اللي احنا شرحناها قلنا ايه؟ الراجل بيعتمد على ان في اتنين من الثلاثه فين؟ في المنطقه جوه ال 18. ادي اتنين جوه ال 18، مصطفى رايح على البعيده، صلاح قطع على القريبه. هتلاقي في كرات تانية مصطفى بيقطع على القريبه وصلاح بيروح على البعيده. نفس فكره تريزيجيه. يبقى هنا الفكره اللي عايزين نوصلها، لا مهما غيرت اللعيبه انا احتفظت بنمط واحد، ان انا بعتمد على تحركات ايجابيه جدا من عمر مرموش على الجناح الشمال، تحركات الاثنين التانيين الثلاثي المساند بتاعه. رجع لي تاني معلش الكره بتاعت مصطفى محمد وفكره البروجريشن باس. عشان كده الراجل معجب جدا 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 بامام عاشور. جدا. امام عاشور خد فرصه مع كيروش، امام عاشور ظهر، لكن امام عاشور كان بيظهر في مواقف ما كانش بيعتمد عليه بشكل اساسي كارلوس كيروش. صح. امام عاشور لاعب ظهير ايمن. امام عاشور حاول يستخدمه الراجل في قصه الدبل 8 في ال 4-3-3 في وسط الملعب، لكن امام عاشور الراجل معجب بيه جدا لسببين. الورك ريت اللي الراجل بيطلبه منه بيعمله. البروجريشن باس بيعملها واحده واثنين وثلاثه في خلال. صح. الماتشين. صح. بيعمل البروجريشن باس او الكرات الاماميه المؤثره بيعملها بنفس الطريقه اللي هو الراجل بيشتغل بيها. وخليني كذا واحده النهارده والمره اللي فاتت كمان. وهنا هنا لما تيجي تبص ادي عمل بروجريشن باس واحد صحيح. وهنا دي الحاله الوحيده لما كنا بنفند طريقه كيروش قبل كده، الحاله الوحيده اللي اقدر استغني فيها عن البلاي ميكر لما يكون عندي لعيبه الوسط المساند اللي هم 8 تحديدا، الثمانيتين، الثمانيات. اقدر استغني. عشان كده
هقول لك بعد ما نخلص اللقطة دي هقول لك ثلاث لعيبة الراجل منتظرهم، ثلاث أسماء منتظرهم فيتوريا إن هم كانوا مصابين ويرجعوا عشان يخشوا معاه. اتفرج على فيديوهات كتير جدا لكل اللاعبين، اتفرج على ماتشات المنتخب خلال الفترات اللي فاتت، واتفرج على اللعيبة اللي اتحطت له أسماء، اتحط له أكتر من 45 اسم قبل ما ياخد المعسكر ده، بما فيهم لعيبة مصابين ومش جاهزين دلوقتي. أنا ممكن أقول واحد من الثلاثة. قولي. اللي أنا استشفه يعني. قولي. من اللي أنت حكيته ده كله. ماشي. عمرو السولية. طبعا. عمرو السولية ده أول اسم. تاني اسم اللي كان معجب بيه جدا جدا وشايف إنه يقدر يعمل له ريبليسمنت ويبقى بديل لمحمد صلاح في وقت من الأوقات هو إبراهيم عادل، لكن إبراهيم كان مصاب الفترة اللي فاتت وكان عنده عملية فتاء، عجبه جدا في الفيديوهات اللي اتفرج عليها، لكن منتظر لما يرجع ويشترك. اللعيب الثالث اللي منتظره في المركز الصداع، المركز اللي دايما الأزمة. لا ما هو اللعيب مركز 8 خلاص، هو السولية منتظر. السولية الظهير الأيمن. الظهير الأيمن. مستني أكرم. مستني أكرم. أكرم إنه يرجع. معجب جدا بأكرم، معجب جدا بشكل. لما اتكلم حتى مع سوارش وقت ما كان سوارش موجود، اتكلم معاه على اللعيبة وعرف إنه أكرم لسه قدامه شوية قبل ما يجهز. وقت أول ما جه تولى روي فيتوريا وقعد مع كل مدربين الأندية، فهو منتظر ثلاث لاعبين يجهزوا خلال الفترة اللي جاية، هيشوفهم وهيتابعهم خلال مباريات الدوري. أكرم توفيق، عمرو السولية، وإبراهيم عادل خلال المباريات اللي جاية. خليني أقول لك بقى مين اللعيبة اللي كانت بعيدة. أنا يمكن حرقت اسم منهم وأنا بشرح إمام عاشور، لكن خليني أقول لك مين اللعيبة اللي الراجل شايف إن إما إن هم هيكونوا أساسيين معاه خلال الفترة اللي جاية أو هيكونوا في قوام الفرقة. معجب جدا، شايف إن هم ينفذوا كل اللي اتطلب منهم في التدريبات وفي المباراة الأولى، لأن الفيد ده كان بعد المباراة الأولى. أول لعيب منهم هو عمر جابر، شايف إن عمر جابر أدى كل المطلوب منه، شايف إنه وجود عمر جابر في 4-3-3 خاصة مع نزول طارق حامد هنا في المكان ده ليه التأمين الدفاعي بيسمح إن الاثنين السنتر باكس يفتحوا كده، فلما الاثنين السنتر باكس يفتحوا كده ده بيدي أريحية للظاهرين إن هم يطلعوا، فدي تقدر تكفر على نقطة الضعف اللي موجودة أحيانا عند عمر جابر اللي هي المساحة اللي ورا عمر جابر أو الجزء الدفاعي عند عمر جابر. فده أول لعيب استحوذ على إعجاب روي فيتوريا خلال الفترة. اللعيب الثاني إمام عاشور. معشور راجل شايف انه لعيب صغير بيعمل اللي بيطلب منه، الوجبات الدفاعيه الورك ريت بتاعه ممتاز، والنقطه المهمه جدا اللي بيشتغل عليها في كل الشغل بتاعه غير تحركات الخط الامامي البروكريشن باس او الباس الامامي، عشان كده تلاقي لعيب زي عمرو السولية وهو منتظره. معجب جدا بمحمود حماده لان عنده الاثنين، بيقدر يعمل الاثنين، لكن شايف ان محمود حماده قدامه شويه. يعني محمود حماده ممكن يكون موجود في القوام لكن مش هيبقى من العصر الاساسيه، خاصه مع عوده عمرو السولية المنتظره خلال الفتره اللي جايه ووجود امام عاشور. فاللعيبه اللي استحوذت على ثقته عمر مرموش، معجب جدا بعمر مرموش. اتكلم مع عمر مرموش بعد المباراه الاولى وقال له انت من العناصر الاساسيه اللي هتبقى موجوده معايا، انا حابب ان انت تشتغل بالشغل اللي احنا بندولك، التزم بيه، خاصه ان صلاح بيعمل نص الشغل المقابل ليه ناحيه اليمين انسايد جوه الملعب، انا هبني عليك شغل كتير. وده اللي شفناه النهارده، الراجل شايل الجزء الامامي. طبعا تريزيجيه قدم مباراه جيده، احمد حسن كوكا قدم مباراه معقوله وفك نحس التهديف ممكن سجلش مع المنتخب من 2015، لكن عمر مرموش واحد من العناصر اللي فعلا استحوذت على ثقه روي فيتوريا، وهتلاقيه موجود بشكل اساسي مع الراجل خلال الفترات اللي جايه. صحيح. ده قول لي حاجه تاني. قول لي. لا انت قول لي حاجه تاني. ده دول اللعيبه اللي الراجل منتظرهم، دول اللعيبه اللي استحوذوا على ثقه الراجل. نقطه كمان تخص روي فيتوريا. روي فيتوريا قال للعيبه ان انا هذه المباريات هي مباريات تجريبيه، احنا بنحفظ شكل لعب، واجبات، تكليفات، التحركات اللي انا عايزكم تعملوها، ولكن هو مش ده الشكل اللي انا هلعب بيه كل المباريات. في بعض المباريات هلجأ لاشكال اخرى بعد وده يرجعنا تاني لقصه 4-2-3-1 او 4-3-3، لكن روي فيتوريا خلينا نقول ليس من انصار الثلاثي الخط الخلفي. يعني ممكن تلاقي روي فيتوريا بيلعب 4-2-3-1، ممكن تلاقي روي فيتوريا بيلعب 4-3-3، ممكن تلاقي روي فيتوريا بيلعب 4-4-2 بالشكل التحرك في الترانزيشن او في التحول اللي احنا شرحناه، بوجود دايما اثنين جوه ال 18 وكان الجناح اللي جاي من ناحيه اليمين او من ناحيه العكسيه بيلعب كفرو الثاني مع الفرود اللي موجود. ده الشكل والنمط بتاع روي فيتوريا بكل كواليسه، بكل الافكار اللي الراجل بيفكر فيها خلال الفتره اللي فاتت. لو عايز تسال حاجه اسالني. لا انا عايز اقول لك انت ممتع جدا حبيبك، ايه بجد يعني انت قلت كله، انا حتى مش بعلق عشان قاعد مستمع جيد حبيبي، قعدتك يعني يا جيم ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت. كان سعيد انك كنت موجود معايا. اشكرك يا حبيبي. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون معانا واحد من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن محمد ابو العلا، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بصوا ضيف في هذه الفقره
هو عزيز جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، شخص مهذب، شخص هادي، شخص آراءه الفنية متزنة، شخص آراءه اللي مش فنية متزنة، طول الوقت بتسمع منه حوار يعني ثري ولطيف وجميل، بتطلع مبسوط في كل الأحوال. يشرفني وينورني كابتننا الكبير كابتن محمد أبو العيلة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق. كابتن أبو العيلة مشرف ومنور وحشني جدا. كريم حبيبي طبعا، ومبسوط دايما والله ما بشوفك، ومفتقدك بقالي كتير جدا ما بشوفكش. أنا مفتقدك جدا. وطبعا بشكرك جدا جدا وبهنيك بالبرنامج الجميل والشكل حبيب. الجميل اللي احنا شايفينه ده بصراحة حبيب. ومشاهدينك طبعا تحياتي ليهم حبيب. وطبعا ألف شكر على الكلام الكبير ده. أقل من حقك، ده أقل من حقك. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. الدنيا جميلة؟ كله تمام. محل الأحسن ولا مذيع؟ دي حاجة ودي حاجة على فكرة خالص. يمكن المحلل انت بتتكلم في الكورة بس تحديدا، وانت مش مسؤول عن كل ما يدور في البرنامج او في الفقرات اللي موجودة، غير طبعا لما بتبقى مذيع بتبقى انت المسؤول، وبتبقى كمان انت بتتكلم في توك شو بقى فمواضيع كتيرة، ممكن تتكلم عن السلة والهاندبول واللوائح والقوانين والمثلا لو خلافات ومعارك كل الكلام ده كله وصدامات وحد منفعل، وبتستقبل انت كل المواضيع دي، قصة ودي قصة تانية يعني. بس فأنا كان لما طلب مني أدوار معينة أو لما كنت في وقت معين كان في احتياج، خاصة من خلال بيتي، بيتي في الآخر نادي الزمالك بنتمي ليه، فأكيد أبقى شرف أن أمثل نادي في أي طبعا. وضع كنت يعني طبعا. بس في إطار معايير معينة وفي إطار موضوعية وفي إطار كلام يحترم العقول، فأنا بقدر الإمكان حاولت أن أنا يعني أكون بقدم الشيء المنطقي. وكمان لما لقيت مثلا لا في الفترة الحالية أو في المرحلة دي ممكن تكون المحلل بقى أفضل في الوقت الحالي، فالحقيقة تعاملت مع عندنا في الشركة طبعا المتحدة، وبشكرهم كمان أن هم يعني لبوا رغبتي، ونرجعنا الحمد لله التحليل تاني، واستمتعت بقى بالكره تاني. لقيت نفسك في نص الملعب احسن ولا زي الايسر؟ يعني في الاثنين؟ لا لا يعني انا كنت يعني اللي حبيته اكتر كمذيع ولا محلل؟ والله صدقني الاثنين. بس دي حاجه ودي حاجه فعلا يعني دي مفهوم. حاجه ودي حاجه مفهوم. يعني ما ينفعش اقارن ابدا زي المركزين اللي في الملعب، دي حاجه ودي حاجه، بس انت في مركز بتحبه عن التاني. لا انا استمتعت بالتجربه جدا وعلمتني كتير، وفي الاول كنت هايب موقف فكره ان انت تبقى انت المسؤول، لكن بعد كده ما اتعودت الحمد لله وسمعت اشادات من الناس حواليا صحيح، فالحمد لله حسيت ان يعني الامور بقت الاقي شخصيتي يعني. ميزه المذيع ان انت بتطلع شخصيتك الحقيقيه. أيوة. يعني انت بتطلع مضمونك وجدانك طريقه تفكيرك بتطلع صحيح. لو ليك مواقف في رياكشناتك بتبان، لكن انت التحليل بتتسال وساعات بترد في حتة فنية في حدود الأمور الفنية حتة تحليلية بحتة ما بتبقاش فيها المرونة ولا المساحة الكاملة، ان انت حتى طريقة السؤال مختلف يعني ساعات طريقة سؤالك انت بتسأل الضيف بيبان شخصيتك او بيبان طريقة تفكيرك صحيح. فهي دي بس الفرق طبعا، فعشان كده بقول لك مفيش فرق يعني، او الفرق كبير جدا مفيش تقدرش تقارن يعني، لكن الحمد لله اما دخلتها يعني لقيت ان انا يعني ايه حاولت اكون انا وكنت مصر ان انا اكون يعني انا العلب اللي هو بتفكيره وبشخصيته، في طبعا مؤامات وفي توازنات وده طبيعي في اي حته في الدنيا، بس دايما ما بخرجهاش عن المنطقيه وعن الموضوعيه يعني. فكان هي دي كمذيع بقى كان ايه اصعب المواقف اللي تعرضت لها؟ المحرجه الكوميديه اللي بجد يعني ايه اصل المذيعين في كواليس الناس مش واخده بالها منها يعني، في الف حاجه ممكن تلخبط لك كل امورك، تفتكر حاجه منهم عشان الناس تشفق علينا شويه؟ بص انا قبل ما اشتغلها ما كنتش فاهم قوي يعني. لما اشتغلتها بقى لا لقيت ان في كوارث. انا عايز اقول لك ان انا اول فتره كنت بطلع جسمي مشدود يعني ما كنتش فاهم الموضوع، فما طلعت مثلا بعد اول اسبوعين ثلاثه ما كنتش اشتغل هوا مثلا، الهوا ده يقول لك يا جماعه دي رصاصه اللي بتطلع خلاص ما بترجعش، كلمه خلاص كلمه رصاصه فدي ايه ده المسؤوليات دي كلها، فجاه انت مسؤول تتكلم مع الناس كلها وثلاث ساعات فكانت قصه مش سهله يعني صحيح. في الاول عايز اقول لك كنت بطلع جسمي وجعني يعني رغم ان انا قاعد رغم ان انا قاعد الهواء وكل حاجه بس بطلع جسمي فعلا وجعني. لا وانت الشخص اللي عنده ثقه في نفسه، وانت الشخص اللي عندك الكلام اللي تقوله وانت كل حاجه، بس اول ما الكاميرا تدور والاضاءه تشتغل يا جماعه التوتر ده والتليفونات بتيجي وكلمه صحيح. بحساب تلاقي نفسك مركز جدا من كتر التركيز بتبقى الحقيقه يعني ممكن كنت التركيز تغلط بس الحمد لله ربنا يعني وفقني فيها. لكن في بقى الحاجات اللي هي مفاجآت يعني مثلا لمبه تضرب الحاجات اللي هي دي مثلا اللي حصل وتلاقي نفسك ثابت فانت كنترول نفسك، لازم تكون مثلا ضيف فجاه على الهواء يجي لك ان هو رجع متحرك لكن فجاه عمل حادثه
مفيش ضيف. مش مفيش ضيف. كمل هوا. اه دي بقى قصه برضو كانت مش تانية. مش قديمه ما لهمش علاقه بالقصه دي. هو انت شغلانتك تكمل الهوا. وفي بقى على فكره حاجات اصعب بصراحه. ممكن يبقى انت عندك مشكله في حياتك اجتماعيه مثلا. ايوه. وتبقى طالع لازم تبقى يعني ايه لو جاي مودك وحش وتعبان ومتنرفز ومتعصب ويمكن عايز تعيط بس كل عايز تضحك بقى ولازم تطلع في ميعادك. فالطلوع في ميعادك انك تطلع بنفس الوش الناس متعوده عليه او تقول الكلام اللي هو لازم تكون كلام موضوعي مثلا مهم وتذاكره قبل ما تطلع. الحاجات دي كلها طبعا مذاكره. لا انت لو عندك ظرف من المناسبه يعني لو عندك ظرف وبتشتغل شغلانه غير المذيع هتقول مثلا معلش يا جماعه هتاخر ساعه لحد ما الظرف في الهواء مفيش لا يمكن انت لسه تطلع في ميعادك وما لناش دعوه بالظروف. فدي كانت من ضمن اصعب الحاجات برده. ممكن برده جالي بقى من الحاجات اللي كانت طريفه شويه جالي مكالمه من ناس من دول اشقائنا مش هقول بقى دوله ايه يعني بس من دول اشقائنا مش عارف افهم كلمه بيتكلم عربي بس مش عارف افهم كلمه. اللكنه بتاعته مختلفه عننا. اللكنه مختلفه شويه دي كانت من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي برده فيها صعوبه شويه. فانت عايز تحاوره بس انت مش قادر تفهم. تاخد وقت شويه على ما حد ممكن يوصل لي كلمه ناقصه او الحاجات دي كلها كانت برده من ضمن الحاجات اللي كنت الصعوبات. طيب نخش بقى على الحاجات الفنيه. منتخب مصر. تمام. الظهور الاول لفيتوريا مع منتخب مصر مباراتين فوز 3-0 و3-0 على النيجر وليبيريا. اكيد مفيش احكام مطلقه لا ايجابيه ولا سلبيه ولكن حاجات تدي تفاؤل ان الانتصار او الفوز بيخليك مبسوط في كل الاحوال ومرتاح نفسيا سواء لاعبين او جهاز فني او حتى جماهير. اتفق معاك تماما. بص دايما الماتشات اللي هي مع بدايه تجمع مع شكل جديد مع مدير فني جديد مع تغييرات جديده مع كمان اختيارات لعيبه جديده اكيد انت محتاج ماتشات بليفل معين. صح. فانت وفقا للبدايه لا بدايه هايله جدا عرفت تجيب 6 اهداف كمان حققت كل المكاسب. يعني ايه كل المكاسب؟ يعني المكاسب ليها علاقه بان انا ثقه نفسيه ان انا اكسب ان انا اتعود على المكسب بان لي شخصيه فرقتنا شويه ان بتلعب من اجل المكسب وهاي بريشر او هاي بريس من اول دقيقه فدي كانت من ضمن الحاجات الايجابيه. ايه المكاسب الثانيه اللي موجوده؟ من اهم المكاسب اللي انا شايفها من للراجل ده ان اولا اتعرف على اللعيبه كلها ثانيا شارك تقريبا اللعيبه كلها. ايوه دي بقى شايفها من اهم المكاسب ليه هو. يعني كان ممكن لا يبقى مكلبش في محمد صلاح في الماتش الثاني ويبقى ماسك جدا في زيزو لا القصه كان بالنسبه له فيها مرونه وقدرت تساعده ان يشوف اكتر من 22 لعيب او اكتر كمان من 22 بيقدر يشوف كل تقريبا اللعيبه اللي كانوا موجودين في كذا مركز وينوع ويبص فدي مكاسب مهمه جدا. ليه؟ لان ده اللي هيخلينا نكسب خطوات سريعه بقى. ايه الخطوات السريعه؟ ان انت مرحلتين اللي فاتوا فيهم ما تقدرش اقول مثلا ده تفوق تكتيكي وتفوق بدني وتفوق فني ما هو ده طبيعي للليفل اللي بتلعب بيه سواء النايجر او سواء ليبيريا ليفل فرق كبير في الكوره. لكن ده يخليني اكسب ارض بقى ان انا اقول من الماتش الجاي انا محتاج ان يكون ليفل تاني خالص اللي نلعب معاه. هنلعب بلجيكا لازم بقى. طبعا ما فيش وسط ما اعرفش ايه ضربنا بلجيكا وراح كاس العالم على طول يعني اخر ماتش قبل ما تروح كاس العالم اللي هو البروفه الاخيره ليها ناخدها تدريجيا مثلا احنا لو كسبنا بلجيكا المفروض نروح كاس العالم يعني ده لازم يحصل. النهارده تونس راحت كاس العالم تونس منتخب شقيق ومنتخب رائع وكبير بس لعبه البرازيل خسرت 5-1 اي نعم البرازيل عندهم منتخب خيالي والطبيعي ان البرازيل تاخد كاس العالم بالمنتخب ده بس ما هي الامور مش سهله الليفل ده صعب على الكل ليفل صعب بس انا مبسوط من تفكير المنتخب التونسي صح. لان خلي بالك الليفل صعب كل حاجه لكن لو انا بصيت على الجانب الايجابي السلبي وقعدت اشوف الجانب السيء مثلا لا هبقى خسرت كتير لكن التجربه دي التجربه دي فيها فايده رهيبه صح. كبيره جدا 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 لو ترجموها للناحيه الايجابيه يعني صح. عندنا في منتخبنا انت الماتشين اللي فاتوا كانوا يا دوبك على قد المرحله عباره عن ان انا بكتشف بجمع هارموني انسجام بتعرف اللعيبه فما فيش افضل من ان انا يكون معايا ليفل قليل ودايما حتى الانديه لما بتيجي تلعب في فترات الاعداد اول ماتش بتلعبه بتلاقيه ماتش ودي لان بيبقى فيه انتدابات جديده بيبقى ماتش ودي سهل قوي صح. بيبقى فيه لعيبه منضمه حديثا لعيبه لسه ما رجعتش من اصابه كامله لعيبه لسه جايه من اجازه فكل ده بتبقى مهم انك تتدرج بالمستوى خاصه لو معاك مدير فني جديد كمان ما انا بقول لك كله جديد مدير فني جديد لعيبه جديده في لعيبه حتى جديده في منتخب مصر طبعًا. اول مره تروح زي محمود حماده زي اسلام عيسى ابتدى يبقى موجود زي صح. ممكن اكتر من لاعب محمد حمدي لعب اهو ابتدى يبقى تحط رجله ففي لعيبه ابتدت اول مره صحيح. تبقى موجوده يعني صحيح. فدي نقطه كانت مهمه من وجهه نظري يعني فمكاسب وفقا
للمرحله. لكن ما انا ما اتخدعش. ايوه انا مش من الناس اللي هي تتخدع في فكره ان انا ايه انا كسبت بقى فانا كده بالنسبه لي الدنيا حلوه وده احسن مدرب جه واللي هيبقى احسن من اللي فات ونقارن المنتخب والمنتخب ده هو اللي هيبقى 2006 2008 2010 لا لا خلاص لا. احنا مسكنا الطريق الصحيح وهاتوا لنا السنغال دلوقتي مفيش الكلام ده لا لا انت كل ده هتفضل تكسب بالليفل ده. وعلى فكره على فكره انت خدتنا النقطه كريم خطيره بقى لو قعدنا يا جماعه نقول نفس الكلام ده ونفس الترتيبات ده هنيجي لما نصطدم في وقت ما بالليفل الكبير في نهائي افريقيا او في قبل النهائي او في ماتش فاينل كاس عالم هنبدا نلعب تاني بطريقه دفاعيه. أيوة. وهنبدا نقول ده عن واقعي وامكانياتنا ولعب على الكاونتر اتاك وما عندكش غير صلاح وتلعب على كوره مش عارف ازاي وتلاقي مصطفى محمد راجع يدافع اللي كنا بنشوفه صح. وده مش تقليلا من كيروش خالص على فكره ولا من كوبر قبل كده. احنا لما بنيجي نلعب بالليفل ده معدلات البدنيه بتبقى مختلفه صح. سرعات مختلفه طرق اللعب مختلفه بالنسبه للعيبه بتلعب في اوروبا وانت قصه تانية خالص طبعا. يعني فعشان كده ما ينفعش ان انا ابني على اللي موجود ده ان احنا كده وصلنا وان احنا على الطريق اللي احنا خلاص وصلنا لا احنا على الطريق ان شاء الله الصح. لكن على فكره الطريق الصح ده هو مش هيفضل بس بالمنتخب ده. ايوه انا عايز اقول لك حاجه مهمه. ايوه اتفضل. محتاج الدوري يعني ايه يبقى في انضباط واعتقد ان السنه دي المفروض الكلام على هذا الطريق. اتمنى كلها تمنيات ما هي امنيات بس هو هياخدنا بص لايه بقى للدوري هياخدنا لمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي ده يا جماعه لازم نتعامل معاه انه كمان سنه سنتين ممكن عنصر ولا اتنين يبدا ينضم للمنتخب الاول او يبقى هو اللي هيفنش معاك اكتر كاس العالم اللي جاي اكتر كمان ده هو الراجل عايز ياخد كل اللي موجودين في المنتخب عايز ياخد كل المنتخب شباب لان هو عارف انه كمان ثلاث سنين قد يكون 70% من اللعيبه اللي موجوده دي مش هي اللي هتلعب معاه مثلا بعد ثلاث سنين في تصفيات كاس العالم صح. فدي نقطة مهمة. بعدين خلي بالك احنا عندنا نقطة جوهرية. احنا أول مرة يبقى عندنا كلمة مشروع والوقت بنقول عليه 3-4 سنين بمدرب ماضي كام سنة 4 سنين. فأول مرة يبقى عندنا الفكرة دي فدي مهمة. فمش عايزين ما نستغلهاش صح. احنا ساعات بنشتغل في جزر منعزلة. ايوه. بيبقى ده عمل شهرته بس جاب المدرب 4 سنين، واحد تاني بينظم مثلا مسابقة في اتجاه تاني خالص، واحد تاني مش واخد باله المنتخب الأولمبي لازم يتعد بشكل معين علشان يطلع يسلم للمنتخب الاول ومش واحد مش واخد باله برضه ان لازم في النص كده ناخد بالنا من قطاع الناشئين لان قطاع الناشئين بالنسبه لنا اللعيبه اللي عندها 17 سنه دلوقتي ممكن بعد 3-4 سنين تبقى مهمه او عندها 18 سنه دلوقتي تبقى مهمه بعد 3-4 سنين. فده محتاج ان انا برضه اطور مدربين الناشئين. صحيح. مدربين الناشئين دي قصه احنا مش واخدين بالنا منها كتير. ودي سمعت امتى بقى كمان لما وصلنا نلاقي المدربين الفريق الاول مش عارفين يقعدوا على الدكه. حصلت قبل مع كابتن علي ماهر وهتحصل مع معظم الناس عندنا. فاللي عايز اقوله ايه في طبعا في بطولات افريقيا يعني اللي عايز اقوله ايه ان المنتخب الاول ده الواجهه بتاعتك لكن لازم يكون اللي وراه كله او بيدفعه يكون كله سيستم مبني صح او ستراكشر هيكل مبني بطريقه مظبوطه عشان يبقى اسمه مشروع للكره المصريه مش مشروع لمنتخب مصر الاول. فانت كده لخصتها. انا جايب 4 سنين مدرب وقلت عليه مشروع. يا جماعه هو مشروع بس الامداد اللي بيموله صح. كله صح. سواء دوري سواء لاعبين قطاعات ناشئين محترفين يبقوا بعدد كبير بره علاج لعيبه عشان ملاعب كويسه ملاعب مدربين ناشئين صحيح. مدربين ناشئين دي خلي بالك دي وصدقني نقطه مهمه جدا. انت قلتها كده بسرعه بس عايزك تشرحها اكتر عشان افهمها كويس بس برضو الساده المشاهدين يفهموها. مدرب الناشئ ده بالنسبه لي هقول لك انا حاجه دلوقتي الكوره في العالم كله بقت مستقره ومعروف شكلها الحديث مثلا في تطور كبير جدا. هل التطور الكبير ده انت متخيل ان مثلا لعيب بيبقى عنده 20 سنه بيجي له افضل مدربين العالم فجاه يخلوه متطور؟ الكلام ده مش صح. لعيب الكوره ده عامل زي العماره لازم تبني فيها وتحط اساس من هو صغير صح. فلو فاتوا الجرعه اللي المفروض ياخدها لحد 17-18 يجي لك عنده 20 سنه لو شفنا الفترات اللي فاتت كل المدربين الكبار اللي قلنا يقول لك انا بستغرب جدا ان عندي لعيبه بحس انها فيها مشكله في التحركات. الكلام ده في المنتخب الاول في شويه تكتيكي ومش شويه تكتيكي ويتقال عليهم نصا كده ما عندهمش بعض اللاعبين ما عندهمش البديهيات بتاعه الكوره او الحاجات المعروفه يعني على فكره يعني. على فكره اللعيب ده معذور لان هو ما حدش قال له ده صح حدش علمه حدش قال له ده الصح. هو لعب بالصدفه وطلع بالصدفه والهيكل يعني مشي معاه بالصدفه بحكم الاشياء يعني. لكن اللي عايز تشتغل بقى مشروع بقى بنتكلم كلام مهم وكلام كبير وفي خطه يبقى لازم في خطه ليها هدف وليها توقيت زمني وليها كمان معايير انا همشي عليها. اهم المعايير دي هنتكلم عليها بقى دي حته النهارده بالذات موضوع مدرب الناشئين. أيوة. مدرب الناشئين ده انا بجيب كل شويه سنه
الاقي 50 مدرب اجنبي جه مصر. يا جماعه ال 50 مدرب اجنبي في اخر 3 4 سنين في مصر مثلا اللي جم دول انا ايه الاستفاده منهم غير ان هو بيخد؟ على ما اتذكر احنا عندنا 7 مدربين اجانب في الدوري، ده غير 2 مدربين بتوع منتخب مصر الاول والمنتخب الاولمبي، دول كان اللي هيبقوا موجودين الموسم اللي فات. فريرا وتكيس ومارسيال كولر والميدا وكارلوس جاريدو وزوران وبابا فاسيليو، 7 بالظبط. نتكلم في 7 غير 2 بتوع المنتخب، يعني نتكلم تقريبا في 40% من فرق الدوري الممتاز الموسم اللي جاي مدربين اجانب. ولو بصينا اخر موسمين 3 هتلاقي نفس الكلام كان بيتكرر كتير. طبعا المدارس دي طالما جت لي مصر، ايوه، انا ليه ما كملش الاستفاده كامله؟ واللي هو يجي بس علشان يبقى طبعا عنده مثلا خبره وعنده خبرات بينقلها لي على عيني وعراسي وبياخد مرتب، لكن انا ممكن انظم سريعا محاضرات لقطاع الناشئين، مدربين قطاع الناشئين، استفيد بقى مثلا ايه في جرعات معسكرات مثلا مدربين المنتخبات. انا مدرب منتخبات بي عنده فترات كبيره جدا من الراحات، صح، استفيد منه، استفيد منه بقى بشكل او باخر، اجيب له بقى دورات، احاول ادخل بقى الرخصه اللي احنا مش عارفين ناخدها بتاعه البرو دي اللي هي بسببها مثلا المدربين المصريين مش عارفين يقعدوا على دكه الاحتياطي او عشان يتكلم بطولات افريقيا. نشوف ازاي مخرج نعمل توأمه مع احد الاتحادات. بعد ما الزمالك كان خد الدوري كتبت كده على تويتر، قلت ان واحد زي فريرا راجل خبير في البرتغال واصلا راجل بيعلم يعني خبير، بنستفيد منه يا جماعه في الكره المصريه ويدي محاضرات هو على ارض مصر، هو موجود على ارض مصر، يعني هو لازم يدرب يعني كلها ممكن يستفيد، في مدربين كتير ممكن يستفيدوا من فريرا. طبعا انا تهجمت جدا يعني وتقارن مش معنى فلان ده ما يديش محاضرات وفلان بس ده ينطبق على فريرا وينطبق على كل المدربين اللي موجودين، على الراجل اللي هو فيتوريا، على الراجل مارسيل كولر بتاع الاهلي دوت، ده راجل برضه خبير في بلده، فيلا كل المدربين الاجانب دول نستفيد منهم بالظبط. ده الاتحاد لكن انا كممكن يعني مثلا ده لو الاتحاد المصري ليه سلطه انه يشتغل مع المدربين اللي جابهم سواء في قطاع ناشئين اولمبي او اول. لكن لو نتكلم حتى على مستوى الانديه، لو انا كاتحاد مصري مش عارف يعني افرض ان هو يشتغل مثلا، انا ممكن اعمل زي اتفاقيه، ممكن اعمل في الاجازات، ممكن اعمل ياخد جزء مادي حتى، لان انت هتلاقي ناس كتير جدا ممكن تتعامل الناحيه الماديه بدل ما تسافر بره. اقول لك الاسهل والله النادي الاهلي والنادي الزمالك، ما انت عندك قطاعات ناشئين وفي مدربين هو كتير. انا كنت لسه قايل لك عليها بقى. اقول لك لو انا كاتحاد كوره ما عنديش سلطه ده، انا عندي على الاقل كل نادي يستفيد بتجربته بالظبط. يعني هو جاب المدرسه اللي اختارها ولما المدرسه دي جت سواء ايطاليه برتغاليه برازيليه ايا كان بقى المانيه ايا كان، المدرسه دي لما تيجي فترات كتيره جدا لازم في معايشه المدربيني اللي في ناديه، بدل ما انا سمعت النهارده مثلا عيد مرازيق راح لحد ليفربول. طب انا عندي مثلا يا جماعه كلوب قبل ما يروح ليفربول كان مدرب ممكن يكون في مستويات زي اللي احنا بنشوفها بروفيسورز، الناس بروفيسورز بيجوا عندنا مثلا، صح. طب ما الناس دي جوه مصر بنعمل معاهم معايشه، صح، مع مدربين الناشئين بتوعنا في كل نادي، صح. ده كده شق، كده الشق ده لو قعدنا نفصل فيه شق مهم جدا، لان الشق ده مش بس فني، عشان نبقى عارفين يا جماعه، هو اصلا البروفيسور ده لما بيجي يشتغل بيشتغل بتيم ورك كامل، يعني هتلاقي معاه بتاع تغذيه، هتلاقي معاه بتاع احمال، مظبوط، هتلاقي معاه بتاع مش عارف مثلا حراسه المرمى في حاجات معينه، اداء، محلل اداء، صح. طيب وانا برضو محتاج ان انا لو معايا التيم ده كله موجود، وانا لو بعد تيم تاني طالع مدربين ناشئين غير الفنيات، انا محتاج برضو اعد التغذيه، صحيح، حد يعني يعرفنا اخر تطورات التغذيه ايه، الاحمال، ودي جزء مهم جدا في كره القدم، هي والتغذيه الاثنين دول مرتبطين ببعض، هم دول اساس العماره اللي بتبني بيهم لعيب جيد، صح، ولعيب كبير. فالموضوع ده متفرع وكبير، انا بس حبيت افتحه علشان نكمل المشروع، علشان ما نبقاش فرحانين بس وناخد المكسب 6 اجوان في ماتشين ياخدونا في حته حلوه ونبني امال، ونلاقي نفسنا لما تيجي تلعب الكاميرون بتلعب زون ديفنس، صح، تلعب السنغال، صح، تلعب زون ديفنس، يعني صح. كروتك اللي قدامك دي هنلعب، حد قالك على اللعبه دي؟ ان شاء الله سمعت عنها. اسحب كارت من هنا وكارت من هنا وتقرا سؤالك بنفسك. طيب يبقى انت المذيع وانت الضيف. يلا عشان اعمل لك الاثنين اللي انت خدته الباكج كله اهو معاك. اخد من اليمين ولا شمال؟ اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا من اليمين، يمكن يطلع سؤال حلو. لو كنت لعيب دلوقتي كنت هتاخد مرتب كام؟ حلوه. والله لطيف. الوقت سؤال لطيف. بص انا كنت متعود ان انا وانا في عز مثلا وقتي وانا كنت في الزمالك كنت فيها اقول حلو، فلو انا مش بحب ان انا اتشرط قوي خالص، انا بحب ان انا ما ابقاش اقل من حد، بس ما بحبش ان انا حتى ابقى اميز من حد. هو الفئه الاولى دي المينيمم بتاعك دلوقتي يعني انا بالنسبه لي مثلا اللي يسري على الفئه الاولى للنادي، طبعا انا محترم النادي وبحبه، بيتي بالذات، طالما بيتي يبقى انا هشتغل على السيستم اللي موجود ده بيتي.
فهاخد الفئه الاولى اللي موجوده وفقا لان انا من لعيبه الفئه الاولى ساعتها يعني لما كنت موجود يعني حوالي 20 مليون ما اعرفش بقى دلوقتي اللي انت خدتهم تقريبا طوال تاريخك مع 20 لا ما فيش حد مننا خد ربع الرقم ده بتكلم على 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 المواسم كلها لا ما فيش حد مننا خد ربع الرقم ده طوال تاريخ وطبعا خاصه لما تكون بتلعب مش محترف يعني تحترف بقى بره ممكن بقى ساعتها بقى انت وشطاره الوكيل بتاعك يعني طب ناخد السؤال اللي بعده شمال هنشوفك في الزمالك امتى تاني او الزمالك انا طول عمري الزمالك انا منتمي لنادي الزمالك وفي اي وقت معروف ان انا محسوب على نادي الزمالك كنت قريب في قناه الزمالك ولو في فرص ثانيه مناسبه بمواصفات مناسبه لا يمكن ان انا اتاخر لو حبيت المدارية. تشتغل في الملعب تشتغل مدرب ولا مدير كوره يعني ايه اللي بالنسبه يعني اداره ولا امور فنيه في الوقت الحالي ممكن تكون اداريا اكتر إدارية. لكن انا عايز اقول لك انها مكملين لبعض لان اللي بيفهم كوره تحديدا وبيفهم مثلا حاجات في الاداره او دارس انا مثلا كنت عندي درس حاجات في الاداره عامه بشكل عام فهتلاقيها مكمله ببعض في فنياتها بقى ليها دور في الاداره بقى ليها دور فكان في المرحله الحاليه اعتقد ممكن اكون امل الاداره شويه ممتاز تدريب مستقبلا يعني يلا بينا ايه اكتر ماتش بتحبه لنفسك والله مع من بدايات بقى خالص بداياتنا منتخبات ولا النادي انا ممكن اللي كنت فاكره طبعا بدايه تعرفي بكره القدم انا عندي 17 سنه ده بلعب كاس عالم في مصر دي كانت من اهم ماتشات عندي لان كانت لسه بدايه لعيب كوره كابتن منتخب مصر كانت لسه بدايه دي من الماتشات اللي بحبها قوي قوي لانك بتتعرف على الجمهور والجمهور عارفك في بقى ماتشات كمان في الزمالك كنت بحبها جدا طبعا اكيد الماتشات اللي بتعلق في ذهن الناس يعني ماتشات القمه كان الحمد لله كمان كان عملت فيه اكتر من اسيست ايه ماتش قمه فاكره كويس قوي انا فاكر ماتش مثلا 3-1 فاكر ماتش على فكره 2-1 ده كان تاني ماتش تقريبا قمه لعبه وجبت فيه ضربه جزاء كان عديت من حسام غالي كده في ال 18 وقابلني خد ضربه جزاء وحازم امام جاب الجونين ضربه الجزاء شاطها وجاب الجون الثاني عديت من حسام غالي عشان كان عدى منك قبلها ولا لا خالص لا 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 قلت انتقم ولا حاجه فنيا يعني لا خالص كان هو كان كره ملعوبه لي كده في الدار فهو كان قاطع معايا ديفندر مع بعض فانا كنت 18 حطيته في ضهري فاضطر يكعبلني ضربه جزاء وفي طبعا واحده ثاني برده 3-1 عملت اوفر ل كابتن حسام حسن الماتش ده بحبه جدا برده في ماتش الجمال حمزه عملت له اوفر بيميني 2-0 الزمالك كسب طبعا قلت لك الماتشات اللي احنا كسبنا فيها في كمان الرجال المغربي المغربي نهائي بطوله افريقيا انا الماتش ده بحبه جدا جدا والماتشات البطوله دي كلها صح. من اهم الماتشات يمكن في المنتخب انا كان حظي سيء شويتين ثلاثه المنتخب الاول كان حظي سيء شويتين ثلاثه رحت فترات ما كانتش طويله قوي في البدايه خالص مع كابتن مستر جارجيلي وكابتن محسن صالح وبعد كده مع كابتن جوهر طبعا الله يرحمه ده حاجه كبيره جدا وبعد كده يمكن ما حصلليش بقى توفيق ان انا رحت في المجموعه كان دايما حظي وحش يحصل لي اصابات ابقى فرقتنا مش حالتها انت احيانا بتبقى حظك وحش كمان في الملعب هي ارزاق من ناحيه الكوره دي من ناحيه انت كنت وانت بتلعب كنت من اللعيبه اللي كانت بتتعب يعني انت كنت برضو بتلعب مع تشكيله هجوميه نادي الزمالك لما كنت تلعب في نص الملعب الدفاعي تلعب مع تشكيله هجوميه كل حاجه كانت موجوده عليك انت ولو كان تامر عبد الحميد طبعا كان تامر حميد طبعا كنت بتعاني صح كانوا بيشالوك تامر كانوا بيشالوك اللي هو لوحده ما كانش في حاجه اسمها بقى يرجع حد ديت عايز اقول لك ان اياميها كان اول مره تخلع اتنين ديفندر دي وكان اول واحد عملها لنا في مصر كان اوتوفيستر انا كنت بلعب اصلا تحت فيرود او هاف ليفت صحيح هو قال لك انا عندي لعيبه كتير جدا بتلعب مهاجمين في الزمالك وكلهم لعيبه كوره وشول كان الزمالك في الفتره دي مميز جدا بشول لعيبه الاشول محمد ابو العيلة صبري وخالد غندور وطارق السيد والسعيد وكوليبالي واحمد عبد الله ومش هتنسى ان في لعبه ثانيه كمان فكل اللعبة دي بتلعب بالشمال فيعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه ومحمد عبد الواحد كمان كان معانا فاللعيبه كلها كويسه جدا يعني فاما حاول يعدل الطريقه واختراع لي مركز ديفندر قال لك مش هلعب ثلاثه في نص الملعب هلعب اثنين بس في نص الملعب واحد منهم مشول يبقى عشان استغله بالشمال وفي نفس الوقت بقى في دافع ويهاجم فبقى انا كده ايه حطيت ده في الديفندر وحطيت الباك ليفت اشول والهاف الطرف الشمال اشول وساعات كمان كان بيلعب اليمين اشول احنا مره لعبنا مثلا في خمسه شمال في الزمالك صح كان هيثم فاروق وكان طارق السيد ومحمد ابو العيلة وطارق السعيد وخالد غندور خمسه بيلعبوا في ماتش واحد عمرها بتحصل دي طبعا فكان هي دي اللي كانت مخليانا ان انا ممكن ساعات اتظلم شويه في الجوانب الدفاعيه لكن بالنسبه للمدربين انت مش مظلوم انت راجل هايل انت مقدي شغلك على اكمل وجه انت ماشي كويس جدا 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 لكن بالنسبه للجماهير الجماهير عايزه اللي ياخد يجيب جون لقطه يعني بيعمل العرضيه اللطيفه انت عايز الاسئله سالت نفسي بعد ما مشيت من الزمالك انا ليه ما رحتش الاهلي ده تصريح ليك
ندمان انك ما انتقلتش للاهلي؟ لا انا ما قلتش التصريح ده. ما قلتوش؟ لا لا التصريح ده انا ما قلتوش. طب قولوا كده كم شهر لو سالت نفسك ان انت كنت نفسك تروح الاهلي بعد ما اعتزلت من الزمالك؟ لا ما فيش حاجه اسمها كان نفسي، لكن انا بحترم النادي الاهلي وجماهيره جدا، لكن انا بتربي في نادي الزمالك وانا عندي 8 سنين فقعدت لحد ما بقيت كابتن نادي الزمالك ودخلت المنتخب من خلال نادي الزمالك. طبعا انا زعلت جدا على الطريقه ساعتها انك مشيت من نادي الزمالك بالطريقه دي، لان مشيت بلخبطه يعني كان حتى احنا عشان كان فتره من فترات ما كانش فيه استقرار في كذا حاجه فدي للاسف كانت بتنعكس على كل حاجه فخسرنا اولاد النادي كتير. يعني مثلا هديك مثال صغير يعني في الفتره دي عمر جابر رجع تاني نادي الزمالك. طب انا في منتهى السعاده ان عمر جابر رجع نادي الزمالك ليه؟ لان طب هو كان ليه اصلا مشي من نادي الزمالك؟ ليه مثلا فلان تاني كان مشي من نادي الزمالك؟ انا دي منهجي، ما مشيش حد من اولاد النادي اللي مخلصين اللي تعبوا وشالوا بطولات ومن نجوم الفرقه وكابتن فرقه بسهوله يعني. ده ينطبق على ابو علا وينطبق على غيره، دي كانت قصتي اللي كانت ممكن مزعلاني على طريقه المشي، لكن في الاخر هي سنه الحياه يعني، كنت اتمنى انها تدار بشكل افضل من كده يعني. السؤال اللي بعده، عندنا وقت ناخد كل الاسئله دي؟ فيريرا افضل ولا جوزيه؟ لا الاثنين يعني كل ده بروفيسور وده بروفيسور يعني، بس الحقيقه جوزيه كان مع فريق مكتمل ما فيهوش نقص في 1%، لكن فيريرا عمل الحاجه الاصعب ان لعيب كل مدرب فرقه كل يوم بينقص منها واحد وعارف يحل المشاكل. دي كانت صعبه، او دي قصه صعبه جدا بالناشئين وعرف يوصل لهم الشخصيه دي، لكن انا ما بحبش المقارنات دي. فيريرا اشتغل سنتين في نادي الزمالك الحقيقه، في الاثنين خد دوري وكاس، طبعا دي حاجه تحسب له يعني، لكن جوزيه برضو عمل تاريخ كبير قوي. صحيح. يعني ما اقدرش اقارن يعني. ناخد السؤال اللي بعده. ماشي. قلت قبل كده انك رفضت ريال مدريد عشان الزمالك، احكي لنا القصه دي. لا انا ما رفضتش ريال مدريد، انا فعلا جالي بالفعل ريال مدريد وانا بعد كاس العالم تحت 17 سنه. هايل. بس انا ما كنتش فاهم قصه الاحتراف دي قوي وانا صغير، ووالدي كان يعني مصمم ان انا اخلص تعليمي، كنت لسه في اولى جامعه، فقال لي يا ابني خلص تعليمك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. كناش فاهمين بقى الكلام ده خالص. خلص تعليمك تروح ريال مدريد؟ كان ساعتها في الوقت ده لو تفتكر هاني سعيد كان سافر في نفس الجيل ده. هاني سعيد إيطالي. سافر الاول، لا اودينيزي. اودينيزي الاول. هو اشرف ابو زيد. صح. وكنت انا ولعيب اسمه محمد عز في المقاولين، كنت انا ريال مدريد كان 17 سنه. فريال مدريد لما بتاخدك في الوقت ده بتاخدك في الناشئين، بتشوفك هتستمر لحد 2021 يا اما تطلع فريق اول يا اما حتى لو رحت اعاره، اللي هي الحاجات اللي بنشوفها. بالظبط. طبعا هتروح اعاره مثلا من ريال مدريد هتروح حاجات قويه. فالنسيا هتروح اشبيليه يعني. او ممكن تلعب، لان انا في السن بتاعي اصلا اللي سافر في الوقت ده سافر كان سني كان فيه رونالدينيو وتشافي. تشافي كان في كاس العالم بتاعنا. كان في برشلونه وكاسياس. فدي مجموعات بتاعتنا. فكان ساعتها يعني ساعتها ان انت لو رحت لو اشتغلت شغلهم وكلت اكلهم وعشت عيشتهم خلاص بقيت زيهم زي محمد صلاح كده او زي اللعيبه اللي احترفت وهي صغيره في السن يعني. صح. فهي دي كانت ساعتها، بس انا ما رفضتش، انا ما كنتش فاهم. انا ما رضيتش ان انا اهرب زي ما فكره ان انت كان ممكن تسافر وتمشي بعد كده هم الناس تدور على حق الرعايه. انا ما كنتش عارفه، ما كنتش فاهمها اصلا. فلا انا قلت خلاص تعليمي، والدي كان مصمم جدا على التعليم وابويا مهم يعني بالنسبه له التعليم طبعا مهم جدا جدا. وقال لي بعد ما تخلص، كانت طبعا انت وصلت 20 سنه بعد ما تخلص غلط، بعد ما تخلص نبقى نروح ريال مدريد. كان ريال مدريد ده مثلا مستنيني بعد ما تخلص نبقى نشوف ريال مدريد ده. السن ده كان ساعتها يعني. اكتر لعيب فاجئك من الجيل الحالي للزمالك؟ زيزو. زيزو. احمد سيد زيزو. زيزو مفاجاه فاجئني في الاول. لا في الجيل. لان زيزو اول ما جه ما كانش فيه مؤشرات تماما، لا سي في ولا حاجه تقول ان هو، ولا حتى اول مبارياته كانت بتقول ان هو لاعب عظيم ولا حاجه. دي حقيقه. ده بالعكس، ده كان في ساعتها ممكن تكون صفقات اكبر اسما يعني، في اللي هي مثلا لعبت في فرق اكبر شويه، وكنت انت ممكن تكون متخيل انك هيبقى مردودها اكبر. لا زيزو من اللعيبه في الزمالك تقصد؟ من الزمالك، انا بتكلم على الزمالك، هو اللي مكتوب في جيل الزمالك الحالي. كان قصدي في الزمالك في نفس الوقت. في نفس الوقت. في اسامي ثانيه كانت جايه كانت ممكن تتوقع مردود اكبر ما حصلش. زيزو. يعني مثلا هديك مثال. كابونجو كاسونجو مثلا. مثلا يعني كان مكسر الدنيا مع الاتحاد، حد اسكندري وجه الزمالك اشتغل شويه، لكن هل ادى نفس المردود بتاع زيزو؟ لا طبعا. هي بقى دي الفكره، مثلا حاجه اسم صغير زي ده مثلا. فدي من الحاجات اللي انا كانت فاجئتني، احمد سيد زيزو يستحق افضل لعيب في مصر عن جداره واستحقاق الحقيقه الموسم اللي فات. كمان زيزو اول ما جه مع الزمالك كنا كلنا بنقول جمله واحده بس، انه اللعيب مجهوده كبير وكل حاجه،
بس مش مؤثر على المرمى، ما بيهدفش، ما بيسجلش، الفينش بتاعه مش كويس، فجاه بقى الفينش بتاعه عظيم، عارف يطور كل ده. فدي ده شغل مش قليل. في اثنين كمان انا عاجبني كمان او ثلاثه كمان حقيقه في الزمالك شايفهم، كان طارق حامد كنت بحترم جدا لعب يعني طريقته ولعبه واخلاصه. في امام عاشور لو حافظ على نفسه ما شاء الله، يعني طالع بسرعه صاروخ، مستوى رائع. الونش الونش انا شايفه افضل مدافع داخل قاره افريقيا، الونش داخل القاره، اللعيبه الانديه اللي داخل القاره. لكن طبعا انت عندك لعيبه محترفين كتير، بس انا بكلمك داخل قاره افريقيا، انا شايف الونش افضل مدافع في قاره افريقيا داخليا يعني. عظيم. ناخد السؤال اللي بعد كده. في كمان الزمالك يقدر ياخد افريقيا السنه دي؟ اعتقد الزمالك نجح في حاجه بقاله سنتين، الزمالك اقوى فريق جماعي موجود. طبعا يشهد كلامي ان لاعبين كتير مشوا ولسه اداء الفريق بشكل عام ما تاثرش، لو فضل يشتغل بنفس الشكل الجماعي هيبقى اقوى فريق جماعي موجود في افريقيا، ده وجهه نظري. كمان لو اشتغل بالتدعيمات صح، هو اكيد محتاج تدعيمات، لو عرف يعني يحسمها لحد اخر فرصه. هو لسه محتاج تدعيمات تاني؟ اعتقد محتاج في ايه؟ يعني مثلا حته الباك رايت لسه ما اعتقد لسه فيها كلام. هم جابوا سردباك، انت معاك عندك عمر جابر وعندك حمزه المسلوسي مثلا، محتاج عمر جابر طبعا باك رايت ده مهم جدا. صح، بس محتاجين مسلوسي يعني مش رقم يعني مش ايه مش تحس ان هو بعد المركز الجديد اللي اخترعه له يعني فيريرا، لا عايزين برضو لسه باك رايت. انت بتتكلم على افريقيا، انت بتتكلم على اكتر من كام مباراه مع دوري افريقيا، فهي مشكله في التخمه اللي موجود. فتبقى محتاج، لا محتاج طبعا ثلاث اربع لعيبه كمان يعني. لو عرفنا يعني دي الحاجات اللي لو اتعملت تبقى انت على الاقل بتكمل السكواد. لكن عايز اقول حاجه، ساعات البركه بتبقى موجوده والله بعدد اقل. أيوة. بتشوف فرق فيها تخمه وما بتجيش. ده اللي حصل الموسم اللي فات، ده اللي حصل الموسم اللي فات في انديه كتير. لكن لكن الزمالك لو قدر يحافظ، يعني اهم صفقه عنده الروح الجماعيه، لو فضل محافظ عليها مظبوط، دي اهم صفقه عنده المفروض يعملها يعني. يلا اخر سؤال معاك، مش لسه عندنا حاجات كتير النهارده، مش هنسيبك. مين اكتر مدرب كان ليه فضل عليك؟ الحقيقه في مدربين كتير قوي ما اقدرش انساهم، كل من دربني في قطاعات الناشئين وابرزهم الحقيقه يمكن اذكر اثنين تحديدا، كابتن محمود الجاري صغير ده كان مدرب في نادي الزمالك، ده كان بدايته عليا جدا، اول واحد يحطني كابتن منتخب ككابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب الجيزه، كان ساعتها صغير 14 سنه. وكان دكتور محمد علي الله يرحمه مدربنا في منتخب مصر، ده برده كان حاططني كابتن منتخب مصر، وكان علمني ببني ادمين قبل ما علمك تبقى لعيب كوره، علمك تشيل مسؤوليه، علمك تلبس تيشيرت منتخب مصر، انت سفير لبلدك، انت بتلعب قدام جماهير، انت مفيش هزار. السن ده بسن صعب شويه، انك تبقى عندك 14 سنه حد بيقول لك الكلام ده، وتبقى انت اصلا مطلوب منك الكلام ده، وانت كنت قاعد اول امبارح في الكانتين يعني مش في دماغك حاجه، في حوش المدرسه يعني. الكلام ده مختلف تماما وصعب. فده من اكتر الناس حقيقه، وطبعا كل المدربين اللي عديت عليهم الحقيقه في قطاع الناشئين انا بدينهم بالفضل يعني، بس لو في وقت يا ريت اقولهم يعني. في سؤال عندي ملوش علاقه بقى بالاسئله دي، بس شايف جه على بالي دلوقتي. تلعبت مع حسام حسن وابراهيم حسن؟ طبعا. التعامل والاسلوب والمواقف، عشان دايما بقول مواقف مع حسام حسن وابراهيم حسن، وتحديدا حسام حسن بصراحه، عشان دي مواقف بتبقى تقيله. مفيش لاعب في مصر ما عندوش مواقف مع حسام حسن في الملعب، الروح والحماس بتاعت حسام حسن. انا كنت من المحظوظين ان هم بيحبوني. طب بس انا عايز اقول لك حاجه. قبل ما تكمل انا اسف، انت بقى كنت بتحب مين اكتر؟ عشان ده سؤال دايما من حسام وابراهيم بيسالوه على طول. هتعمل لي مشاكل انت كده. ايوه هو فعلا ممكن يسالوكم قاعدين. ايوه انت بتحب مين اكتر؟ لا انا بحب الاثنين فعلا والله. هقول لك انا بقى ليه. اولا الاثنين دول اسطورتين مش يعني صعب تكرارهم بجد. صح، في كره القدم دول صعب تكرارهم والله بجد يعني. انا لعبت معاهم، انا حظي كان حلو ان كان عندي 20 سنه لما هم جم نادي الزمالك. فانا اتشكلت اكتر ان شفت الكبير بيعمل ايه. وعنده 34 سنه ساعتها، اكبر مني ب 14 سنه. يعني لاعب كبير وبيموت نفسه وعضلاته قد كده ما شاء الله، وشايل محافظه على نفسه وتلج بعد التدريب وشقى والتعب ومتعور يربط وينزل يلعب، وابراهيم حسن يحط دماغه في اي حاجه في الملعب. يعني عندهم مقاومات، وفي التقسيمات كان ياخدوني دايما معاهم. يا بختك. انا كنت يعني عشان كنت عشان انا من الناس القريبين منهم، وكنت بقعد معاهم كمان في الغرفه يعني. فتره من الفترات كنت بقعد كتير معاهم في الغرفه. رغم ان انا كنت بقعد اكتر مع حازم، لكن كان فترات كتيره لما يحصل مثلا حاجه في المعسكرات لاني قعدت معاهم في الغرف النوم يعني. فانا اتعلمت منهم كتير جدا جوه الكوره، وهم الحقيقه روح غير عاديه واصرار غير عادي. ويعني بيحبوا الشاي قوي كمان، هم بيحبوا الشاي، ما بيحبوش يتغلبوا في اي حاجه. يعني لعب طاوله كده لا يمكن يعمل هيكسر. موقف في الملعب بقى مع حسام حسن، في تمريره باصه ما عملتهاش، موقف خناقه حكايه.
والله انا كنت اقل واحد بتعرض للقصه دي فعلا معاهم. لان انا اصلا بحكم لعبي كنت انا ناحيه الشمال خالص بعيد عن كابتن ابراهيم. يعني براحتك انت شويه مش قريب. وفي نفس الوقت لما بطلع هاجم برفع اوفرات كتير فبتيجي ساعات يعني كتير لحسام حسن جاب منها اجوان كتير. ما لو ما جاتش هيزعل. كان ساعات بقى على فترات يعني ما كنت اديتها لي كده. يعني ايوه هي الجمله الشهيره دي، لو كنت اديتها لي كانت هيبقى شكلها احلى. في مره في جون جبته مره جون هو جابه انا اللي عملته له. كان في كاس السوبر المصري، كنا في مباراه الزمالك كان بيلعب فيها المحله. غزل المحله الكره دي ختم نص الملعب، ما اعرفش الكره دي بتتزعش كتير ليه. الكره دي في اول دقيقتين في المباراه كده او اول دقيقه ختم نص الملعب، رقص تقريبا 3 4 لعيبه لحد ما جيت عند الحارس المرمى طلع لي. قمت لعبها لكابتن حسام حسن والجون فاضي. قام حاططها في الجون. مش فاكر الماتش ده كان في الزمالك لاعب غزل المحله في كاس سوبر. انا بس عايز افتكر سوبر مصري نفتكر. يعني مش فاكر المسمى كان ايه. سوبر مصري يا اما نهائي حاجه، كان في نهائي يعني. ف طبعا يعني خلاص جبت الجون ده قلت بقى هيجي بقى يشيلني انا بقى، انا كوره جون فاضي يا كابتن حسام. يعني انا رقصت الناس وانا تعبت قوي يعني. شقيت يعني. فلا عادي فرح وتمام واحتفل. انا اللي جريت وراه يعني. انا الامبي. طيب تعالى نروح لتشكيل الموسم السنه دي. تمام بنفسك بقى تختار، انا جايب لك ريفرنس يعني تبص على اسماء، مش هي دي اللي تختار منها. لو انت عندك اسماء تانية براحتك، بس يعني بحاول افكرك باللاعبين اللي كانوا موجودين او الابرز في الموسم ده في كل المراكز، وممكن طبعا تختار من بره الاسماء ديت. نبدا بحراسه المرمى، تشكيل كابتن محمد ابو العلا للموسم. الحقيقه هبقى فيه يعني مش عايز انا مش هبقى انحياز بالنسبه لي. هبسطك. لا وهبسطك كمان. احنا عندنا احتياطي يعني، اللعيبه اللي انت كان نفسك تحطها في تشكيله اساسيه هنحطها برده معانا على الدكه، مش هنطلعها بره قوي. انا بالنسبه لي محمد عواد. محمد عواد افضل حارس في مصر. ماشي اقول احط دلوقتي ولا بعدين؟ لا لا التشكيله الاساسيه بقى نروح للدكه. ماشي يلا الوينج. الاول هتلعب خطه ايه عشان نظبط؟ هلعب بخطه 4 2 3 1. 4 2 3 1 يلا. اتنين مساكين. هلعب قلنا عواد عن طبعا الونش. الونش رقم واحد. انا بس من الاسامي اللي موجوده دي كان ممكن يبقى فيهم كمان براحتك. لا انا بقول لك الاسماء دي بس. انت طبعا انت مش حاطط لعيبه مصريه بس. كله حاطط كمان لعيبه محترفين. بالظبط ده في الدوري، ده تشكيله الدوري. تشكيله الدوري. الونش انت اللي هتلاقيه مش مكتوب وافتكرته حطه براحتك. ممكن الونش بالنسبه لي و ماشي عبد المنعم. محمد عبد المنعم عظيم. على الشمال. الشمال باك ليفت فتوح. احمد فتوح. باك رايت. ناحيه اليمين عمر جابر. عمر جابر عظيم. لا لو اكرم توفيق كان سليم كان اكرم توفيق. بس عشان اكرم توفيق مش سليم. انا بكلمك على لعيبه انت قلت لي افضل تشكيل لعب. طبعا لازم اختار لعيبه اللي لعبت اكتر فتره يعني. هايل. يعني برده مشيناه وحارس مرمى كويس، لكن عواد الحقيقه كان هو اللي ستاندنج وعارف يفنش وكان ليه دور مهم في فرقته يعني. ممتاز. اتنين نص الملعب. انا لاعب امام عاشور. امام عاشور. و بلاتي توريه. راهنت وانا ببص على الواد دلوقتي راهنت انك هتقول بلاتي. عشان الكابتن محمد ابو العلا لازم يختار بلاتي توريه. واحد واحد يبقى حد ما بكاس في تاني لعيب كويس جدا. بلاتي توريه كمان عامل موسم هايل. بعدين الموسم من ساعه ما خدوه في يناير عبقري يعني. بعدين هيدي فرصه لامام عاشور يطير. يعني اللعيبه اللي زي امام عاشور دي الامكانيات الفنيه، لان هو اصلا مهاجم. صح. بس امام عاشور بيفكرني بنفسي في حاجات، لان كان جابك من قدام رجعك ديفندر. صح. فاللعيبه اللي زي دي انت لو اديتها فرصه او لعبت جنب واحد يساعده انه ما يرجعش خالص هتلاقيه يعني يبدع لك قدام، وكمان يبقى عنده نفس انه يعرف يزيد كتير. هايل. فيعمل بقى شغل هجومي اكتر يعني. هايل. بلاي ميكر. بلاي ميكر من وجهه نظري عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. جناح ايمن. جناح ايمن زيزو. زيزو مش خلاف. وناحيه الشمال رمضان صبحي. رمضان صبحي. ماشي. سترايكر. سترايكر انا بالنسبه لي الجزيري. سيف الدين الجزيري عظيم جدا. انا اخدت اتنين بس انا هقول كده احنا اكتملوا. كده اكتمل. ممكن اقول لك احتياطي بقى. يلا ديك. طبعا في ناس تانية مميزه جدا لازم اقولهم. ديك. الحقيقه حراسه المرمى في اكتر من الاسامي دي كمان. يعني محمد الشناوي من الناس الكويسه. لا ما تختار حارس مرمى عندك واحد. اختار انت عايزه. حتى لو برده مش مكتومين هنا. اختار ممكن السنه دي في حراس حيوم مميزين جدا. هختار محمد الشناوي. محمد الشناوي ماشي. ودفاع اختار علي جبر. علي جبر. و
ممكن اسامه جلال. اسامه جلال ماشي. مش كل الناس في دماغي دلوقتي. ناحيه اليمين هاخد عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد. ناحيه الشمال علي معلول. علي معلول. مع ان الحقيقه اسحاق يعقوب برده ماشي كويس جدا. وجوناثان بنك الاهلي. ديفندرز هاخد وليد الكارتي احتياطي والسولية. والسولية ماشي. محمد ابراهيم تحت الفرود لعبد الله السعيد بديل. ماشي. هاخد احتياطي اكيد اشرف بن شرقي. اوكي لازم. وابراهيم عادل. وابراهيم عادل ما اعرفش ما عندي عدد تاني كم واحد. اشرف انت قلت اشرف بن شرقي وابراهيم عادل معاك واحد عادل. كمان ممكن اخد واحد كمان. اخد كمان احمد رفعت. مش حاطط انت مهاجم بره؟ لا ما هو كده. لا استنى كده خلاص شيل بقى احمد رفعت. عايز تحط مين؟ انا افتكرت الموضوع. خلاص أحمد رفعت. اخر واحد. اخر واحد بالنسبه لي احمد رفعت. الحقيقه اثنين بالنسبه لي مهمين جدا. يعني ابوكا وعاطف. هنختار منهم واحد. اختار منهم واحد عشان عندي سيف الجزيري فاختار ابوكا. ابوكا ماشي. يبقى تشكيل كابتن محمد ابو العيله للموسم: محمد عواد في حراسه المرمى، خط دفاع عمر جابر، الونش محمد عبد المنعم، احمد فتوح، وفي النص امام عاشور وبلاد توريه، وقدامهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وزيزو والجزيري. تشكيله احتياطيه: محمد الشناوي، علي جبر، اسامه جلال، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول، وليد الكارتي، عمرو السوليه، ومحمد ابراهيم، واشرف بن شرقي، وابراهيم عادل، وابوكا. كابتن ابو العيله شرفت ونورت وانبسطت معاك جدا كالعاده. يعني شكرا كريم. انت عارف انا بستمتع وانا معاك والله، وسعيد جدا اني شفتك. كنت وحشني حبيبي. وانت جدا بشكرك جدا على يا رب دايما موفق. دايما موفق كابتن محمد. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. شرفنا ونورنا النجم الكبير كابتن محمد عبد الجليل. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. يشرفني وينورني في هذه الفقره كابتننا الكبير كابتن محمد عبد الجليل. الفقره الممتعه كالعاده. يعني كابتن محمد مشرف ومنور. حبيبي صباح الفل. اخبارك ايه؟ يلا خليك كريم زي الفل. حبيبي بالمنتخب. صوت ما بداية مطمنة يعني. بداية مش وحشة. أنا بس في الأول بعد إذنك عايز أهني جماهير الفيوم وشعب الفيوم. يعني الحمد لله اللي هو محمد عبد السلام والمنظومة اللي كانت معاه قبل كده أستاذ محمد مجد، خدنا رعاية نادي الفيوم يعني إن شاء الله 5 سنين. بشكر سيادة النائب عماد سعد رئيس نادي الفيوم والكابتن شريف حربي والناس كلها والدكتور كله، مش عايز أنسى حد. عارف ان شاء الله في حاجه كويسه هتتعمل لجماهير الفيوم. وليو محمد يعني بيقول لي انا عايز ارد جميل جماهير الفيوم. لا هو خبرات رياضيه كبيره وقصه نجاح يعني. برافو عليك. فان شاء الله يعني. وكفاءه. مش مساله ماديات بس يا كابتن. صح. لا صح. هي ازاي تدير وازاي. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق ان شاء الله نادي الفيوم والاداره الجديده إن شاء الله. منتخب مصر بقى مع فيتوريا شفت ايه؟ شفت الانطباعات يعني. شفت فيه شغل في الملعب. شغل يعني تريكات يعني. انا عجبني الكور الثابته، عجبني الكورنر مثلا يعني. انا لما الاقي مرموش دلوقتي هو اللي بيعمل الكور الثابته كلها، والماتش اللي فات والماتش ده لا بيعملها كويس. في ناس بتقطع على القريبه، في حاجات الناس الفنيين تفهمها في الملعب. شايف تحركات في نص الملعب ما بين طارق حامد لامام عاشور لمحمود حماده قبل كده، ازاي التحركات دي يعني. كره طارق بينزل بسرعه، حجازي بيفتح. لا في كمان سرعه اداء في الكره. انا مش بقول لك ان 100%. انا كان الماتش اللي فات بقول منتخب كان 40%. النهارده يوصل 55 50% النهارده كاداء. ليه انا بقول 50؟ لان سوء المستوى الفريق اللي قدامك برضه ما اقدرش اضمن ان يعني مثلا في كور كان طارق حامد بيلف في نص الملعب براحته. لا مع الفرق الكبيره مش هتقدر تلف اللفه دي. انما مع ضعف ليبيريا شويه مع الفرقه اللي فاتت، اتمنى ان لاعب بلجيكا هيبان المحك. مش مهم. انا بعرف بتضحك. نتغلب. مش يعني مهم بس يعني أدي. لا انا بس اقصد انا ابتسمت ليه؟ عشان برضو بلاش نعلي توقعاتنا يعني. انا مش عايز نقول ان في مباراه بلجيكا هيبان الراجل كويس ولا لا واللعيبه كويسه ولا لا. عشان اولا منتخب بلجيكا ده مستقر بقاله سنوات السنوات. صح. مدرب ولاعبين سنوات. صح. السنوات. صح. فيعني حتى ده مش هقدر احكم يعني. حتى لا انا اسف يعني انا مش هقدر احكم على الراجل. انا اقدر احكم علينا احنا وقفنا لغايه فين. مش مهم. ممكن أأدي برجوله، أأدي بأداء حسب الكواليتي بتاع اللعيبه
انا اطمئن لما لاعب فرقه ثقيله من افريقيا ابقى انا واقف على حيلي. واتمنى ان بعد ماتشات اللي هي الرسمي عايز ماتشات ثقيله بقى. انا مش عايز ليبيريا ثاني، مش عايز بنين. لا هو هو الطبيعي دي بدايه يا كابتن محمد، طبيعي بتبدا بحاجات بسيطه، ما ينفعش يبدا بحاجه كبيره. مصر. ليه يا كابتن؟ اقول لك ليه، يعني حتى على مستوى الفرق. انت يا مثلا راجل مارسيل كولر اللي جه لنا يدرب النادي الاهلي، اول حاجه هيلعبها هيلعب ماتشين وديين يشوف اللعيبه ويتعرف عشان يشوف اللعيبه ويحط طريقته ويحاول يحفظ. لكن انت فجاه بتاخد منتخب لسه عايز تحفظه الطريقه وتختار لعيبه، انت اصلا ما شفتش لعيبه، فجاه تلعب الارجنتين ولا البرازيل. تونس، تونس المنتخب الجاهز اللي وصل لكاس العالم النهارده بيلعب البرازيل بيخسر 5. بيلعب البرازيل غانا شالت 3، غانا شالت. فمش بقول ان تونس يعني منتخب ضعيف، بس ما هو في فرق كواليتي كبير قوي بين البرازيل وتونس ومصر والمنتخبات. يعني انت رايك ان احنا نتدرج كده بالماتشات الخفيفه؟ لازم. وتخيل بقى، معلش انا اسف، يعني تخيل لو النهارده كان بيلعب البرازيل وشال 5-6، جاب لنا مدرب فاشل، جاب لنا مدرب ما بينفعش، ما هو طبيعي هي الناس يعني هتقول كده، هتقول لك الراجل ما بيعرفش يشتغل، مشوه. وده احنا مجربين موضوع الماتش، مجربين كتير. بس انا بقول للناس لا، نصبر على الراجل ده 3-4 سنين هيل. لغايه عقده هيل. لازم يا كابتن هايل، نجرب مره نجرب مره مش كده بنخسر وكده بنخسر. ايوه طب نجرب بقى. ايوه نظام. ايوه لو النظام ده مشي حتى لو ما حققناش التارجت لا هنحققه بعديها بسنتين. افتح كروتك، افتح اسئلتك كروت. يمين ولا شمال؟ لا يمين. يمين، خلينا يمين دايما ان شاء الله. بسم الله. بص رفع الكارت ازاي. في قصة حلوة عندك؟ بس انت بتحب انا اكتر ولا ابراهيم اكتر؟ ده حسام حسن. ايوه ده حسام حسن. ايوه يا ابن اللعيبة، انت بتحبني. كان الكابتن حسام حسن. كنت لسه بسأل الكابتن ابو العلا بالصدفة والله قبلك. قال الحمد لله كانوا بيحبوني هما الاثنين. ما هم برضه الاثنين بيحبوني. وانا كنت بحبهم الاثنين، بس هو خلع ابو العلا خلع. لا ما انا مش هعرف اخلع. بس انت عارف ان السؤال ده في المنهج عند حسام وابراهيم. ده اساسي. صح كده؟ يبقى الغزالة رايقة وقاعدين لوحدينا ورايقين يقول لي انت بتحبني انا اكتر ولا ابراهيم؟ في كلتا الحالتين انت زعلت. فطبعا قلت له انت طبعا، لان انت انت فرود. انت بتجيب الجوايز. يا لهوي، يروح قايم ماسكني ونادي يا ابراهيم. عبد الجليل ما بيحبكش. يسنقوني الاثنين. قول يا جماعه، طب انتوا الاثنين قول واحد بس يا جماعه. مش هينفع. طب انا جاي كده هتضرب. هتضرب من هنا وهتضرب من هنا. بس الاثنين دمهم زي العسل وبتاع. بس هو دايما كان يسال السؤال ده. انا اسمع ده، ده سؤال مكرر لكل مكرر. الناس. يقول وفي الحالتين في اي اجابه هتقولها انت خسران. انت خسران لان انت مش عارف تطلع منها. بس انا بقى ايه، بروح مرقصهم يعني. اقول له انا بحبك انت شويه بس عشان انت بتجيب اجوان، بحبك ابراهيم انت عشان بتدافع وما بتجيش فينا اجوان. سلام. فبسكت. سلام. السؤال اللي بعده حبيبي. بسم الله. تاني تاني حسام حسن برضه. ايه الله، ايه ده مكرر عليا النهارده. النهارده يوم الكابتن حسام حسن. اتخانق معاك ليه؟ بسبب ايمن شوقي. لا هو مش بسبب ايمن شوقي بس، بسبب اي حد. مثلا اعدي فاعمل الكروس، فحسام دايما مثلا بيقطع القريبه. فبيبقى معاه اتنين. فانا اروح ايه شايلها لأيمن أو رمضان لوحده مثلا. لوحده ما معهوش حد. يعني حسام لما بيقطع فبياخد الناس معاه. فالتاني اللي وراه جاي رمضان أو أيمن بيبقوا فاضيين أو فيليكس. فيروح حاططها، فنجري نهتم. حسام جاي لي، أنت هات ما بتلعبليش الكرة دي ليه؟ يا حس ما أنت ممسوك باتنين، حطها لي برضه مالكش دعوة. يا كابتن ما الراجل اللي وراك فاضي. يقول لا أنا. هو عشان كده حسام بقى العميد. حسام بقى هداف. صح. ما بيحبش يخسر ودايما يحب يلعب على طول. مره معايا يعني نجم كبير من نجوم الكره المصريه وقال لي مره نزلت رقصت الفرقه كلها ورقصت الجول وجبت جول، وكان حسام حسن واقف على يميني. ده وليد صلاح. انا عارف. فراح حسام راح زعق له قال له ما بصيتليش ليه؟ قال له انا جبتها جول يا كابتن. قال له لا، قال له لو كنت بصيتها لي كان هيبقى جول شكله احلى. عالمي والله. طيب الذكرى حسام طبعا. طبعا اسطوره. اسطوره. اسطوره الاساطير طبعا. ربنا يكرمه ويرزقه طبعا ان شاء الله. بسم الله. كلمني عن الناشئ الصغير ابو وفاء. تصدق ناشئ عنده المفروض 17 سنه اسمه ابو وفاء. لا ده حد قالها للمعيد. دي اصل دي مشهوره عندي في قطاع الناشئين قوي في المقصر. كان جالي ولد كنت عامل ماتشات وديه كده فرقه 2002 بختار لسه لعيبه، فالولد جاي لي ببص كده يا كابتن حالق دقنه قوي، فباينه بس في باين ان انت حالق دقنك قوي وشعر صدره طالع ورجل وشعر رجليه. ف 2002 ده المفروض هو كان ساعتها عنده 15 سنه 16 سنه بكتير. فالواد لا مش 15 16 خالص. فقلت له انزل العب. خلاص اشوف. تمام. فالواد فارق قوي على العيال قوي. فكل ما العب لعبه حلوه الاقي في واحده قاعده في المدرجات ست كبيره يعني
ومعاها بنت صغيره كده ايه عندها 3 4 سنين ويسقفوا خلاص. فقلت ايه يا امه يا خالته يا اخته الكبيره فانا برضو ايه كل شويه يلا يا بابا يلا يا بابا. قلت لها بابا. رحت متسحب وطلع المدرج رحت جايب ايه مصاصه للبنت تعالي يا حبيبتي هو بابا ده محمد اللي بيلعب اه بابا بابا. فالست يا عيني مش عارفه تقول ايه ومش فاهمه فبقول لها حضرتك بقى وان شاء الله محمد يبقى معانا بس انا عايز البطاقه بتاعتك عشان نجيب له شقه هنا وتستقروا فيها. انتوا حضرتك متجوزين من امتى؟ قالت لي من 3 4 سنين. يعني 3 4 سنين يعني هو كان متجوز وعنده 14 سنه عنده 13 سنه هو ما عندوش 17 سنه طبعا طلع عنده بالظبط 27 سنه تخيل بيلعب فرق 10 سنين فالولد هو بيلعب شافني قاعد في المدرج معاهم راح سايب الكره واقف حاطط كده خلاص عارف الحكايه والله ما جالي مشي من بره بره كان اسمه ابو وفاء اسمه فمسمينه ابو وفاء لان البنت اسمها ابو وفاء لقيته تاني سنه بيلعب ضدي في نادي في الساحل في السواحل يعني حته بعيده يعني ده ابو وفاء ده يا سيدي حلو الحوار النهارده لطيف لا قصص حلوه بدل القصص الحزينه انت جيت هل صحيح انور سلامه حبسك اسبوع في النادي الاهلي بس القصه دي معروفه قوي كابتن انور سلامه ده ابويا هو حبسني في النادي فعلا مش حبسني كنت ساعتها بقالي مثلا 5 6 سنين فجت فتره كده كنت مستهتر شويه ومش مركز فكان عامل ماتش ودي الساعه 10 الصبح فجيت اجي اقف على الكوره كابتن اروح واقع اجي اوقف الكوره تبعد فانا اعمل له كده يقول لي لا خليك والجمهور ابتدى بقى ايه كل ما تجيلي الكوره يتريقوا بقى ويضحكوا عارف فاكر فيلم شحاته ابو كف بالظبط فخرجنا بعد البتاع مسكني هو كابتن صلاح حسني ربنا يمسكه ده يديني بنيه في صدري اروح متدور لافف يروح تاني يمسك دي عايز تلعب كوره هتبات في بيتني في النادي اسبوع كامل افطر واتغدى واتعشى واتمرن في النادي صبح وبعد الظهر ويبيت معايا واحد من اوضه اللبس. هايل. ده كان سنه 93. بس وانت كنت جوه النادي كنتش بتبقى مستهتر. لا خلاص بقى هتستهتر فين؟ والسنه دي والسنه اللي بعديها كسرت الدنيا. ففعلا كل الشكر لي بص ده مدرب لما يكون مقتنع بلعيب يقف جنبه صح. هايل. اللي بعد كده. هو انت وهاني رمزي كنتوا عايزين تروحوا فين لما خرجتوا من الفندق في اسبانيا وكابتن جوري عمل ايه؟ ده مع المنتخب كنا في اسبانيا كنا عاملين ترانزيت يوم كامل فطبعا اسبانيا ما ينفعش ما تنزلش من الفندق بالليل تخرج لا عيب لا عيب الناس هيقولوا علينا الناس ايه؟ هيقولوا علينا جينا اسبانيا قاعدين في الفندق ما يصحش فطبعا الشارع اللي احنا كنا قاعدين في الفندق ده كان زايط قوي بالليل فقلت لهاني بعد الساعه 12 نقول له هينام وننزل انا وانت نتمشى شويه كده ونشوف الدنيا فيها ايه في اسبانيا هنروح اسبانيا كل يوم ناكل لنا برجر نشرب لنا قهوه بالظبط كده مفهوم حاجه بسيطه يعني تمام وبنتسحب يا كابتن ونفتح باب الاسانسير ولقينا لك كابتن جوهري جايب كرسي على باب الفندق هو وكابتن فتحي مبروك وحازم وقاعدين بقى ايه برتيتا مأساة رايحين فين يا كباتن؟ قلت له قال لي اطلع فوق جينا تاني يوم اتاري مش انا وهاني رمزي بس ده 15 لعيب كانوا كلهم برضو عايزين ينزلوا وكابتن جوهري قاعد لهم لا ما طبعا اللي خرجوا دول زعلوا قوي بقى لا ما بص ال 15 واحد دول اتعلم عليهم صح بس برضو كان فيهم فطاحل فما يقدرش عدت لا عدت طبعا لان كان فيهم ناس جامده بس الحمد لله ده الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي لا بيحصل يعني بس عادي لا ما فيش لعيبه عندنا بتهرب من المعسكر مش بتهرب يخرجوا شويه كده يتمشوا كده نص ساعه لا كده كده بيصرح ليهم ان هم يخرجوا من المعسكر عادي بقت فري العمليه بقت بروفيشنال شويه بقت سهل لا حب يعني لا زمان ما كانش كده ما في ما تخرجش من اوضه التلفزيونات كانت بتخرج بعد الساعه 12 بره الاوض الفيش نفسها كان يخرجها احنا في ناس عندنا في المعسكرات بيلعبوا ببجي لحد الساعه 4 الصبح بقول لك التليفونات لازم تخرجها بره ماشي كنت بتروح ليه التمرين متاخر وقلت الفايسه ايه كان فايتسا الالماني ده كان بيعمل التمرين 8 الصبح وفايتسا ده كان مدرب الالمان دول داير كان يحبني قوي فكل ما 8 وانا كنت لسه قاعد في المطريه مشوار فاروح له 8 وربع 8 و10 8 فانزل التمرين يندهل يجيب محسن طنطاوي يترجم متاخر ليه؟ قلت له والله اصل انا جاي وكان ناحيه كوبري القبه والرئيس معدي وموقفين الطريق فمحسن طنطاوي قال له فعلا عندنا لما الرئيس يعدي فبيوقفوا شويه لغايه فقال لي رئيس مين؟ قلت له رئيس مصر كان الله يرحمهم بقى قال لي انا هم كان الاجانب لما يقوموا الصبح يفتحوا CNN
فبيشوف اخبار العالم كله. فلقى ان الرئيس في اليابان اصلا قال لي الرئيس بتاعكو موجود في اليابان وانا شفت الصبح في السينما. قال لي انت بتكذب. مين اللي لحقني؟ كابتن احمد ماهر الله يرحمه. قال له يا محسن قول له حد من الوزراء، حد يعني اي حد تاني. اي موقف تاني. بس دايسة الالمان او الاجانب لما يعرفوا انت بتكذب مره خلاص لا يزعلوا قوي. زعلت بقى. زعلت. جاب تشتغلني. ايوه انت ما تلعبش معايا تاني. انا ما اعرفش، انا اصلا ما كنتش اعرف الرئيس بتاعنا في اليابان ساعتها. غلطان غلطان. ببص على النشره بعد كده. ايه حكايه السلحفه مع هاني رمزي؟ السلحفه مع هاني رمزي. احنا في انا هاني ورضا وعمرو كنا دايما مع بعض، دايما بنخرج مع بعض. كنا في افريقيا فبنتمشى انا وهاني رمزي ورضا عبعال، وكنا في المنتخب ساعتها. فمشينا، انت عارف افريقيا هناك كابتن ممكن تلاقي حمار وحشي ماشي جنبك، مش عارف ثعلب ايه، حاجات كده غزاله ماشيه في افريقيا عادي. فهاني مريح على الرصيف كده وقاعد مشينا، فنايم ومغمض عينه كده وباصص فوق. ومين ورضا عبعال شاف سلحفه، عارف السلحفه كده كبيره وواقفه كده ساكنه وما بتعملش حاجه، شالها ازاي ما تعرفش يا اخويا، وراح حاططها على صدر هاني رمزي. فهاني بيفتح عينه افتكر ايه حد بيقعد عليه مثلا او حاطط اي حاجه. صعبه. بص لقى وش السلحفه جاي على وشه. صعبه قوي. راح ناطرها وقام من السويت وقلق التيشيرت وقعد يجري هنا وهنا وهنا. اترع انا نفسي واقف يا ابني لازم اسمع الموقف ده. لا 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 لا، سلحفه كامله. فبيفتح عينه لقى راسها كده طالعه في وشه، عارف انت مش ممكن. لا ورضا مثلا يجيب تعبان صغير من بهتين من معاه والله يرميه لنا في المغطس مثلا في الاهلي. فالتعبان الصغير ده لما ينزل الميه يقعد يعمل كده. جاب مره اسامه عرابي عينه جه ينط اتمزق. ما هو تعبان جاب للكابتن اسامه عرابي اصابه. رمى جاب له مزق. مره حط في جزمه الكوره. تعبان طبعا. اتقال ساعتها في الاخبار ان الكابتن اسامه عرابي اتصاب في التمرين. اتصاب في التمرين او في لعب ماتش بره مثلا ولا حاجه، انما هو اتصاب في المغطس. حسام بيلبس مره الجزمه لقى تعبان فيه. حسام حسن. مين اللي كان حاطط التعبان؟ رضا. ما هو التعبان ده صغير. هو بيقعد. كملي الحكايه. فحط له التعبان في الجزمه، فحسام جاي بيلبس جزمه الكوره فلقى حاجه كده بتاع بيعمل كده، لقى التعبان نازل بيعمل كده. طبعا يعني رضا بيحط يقعد يعمل كده ويجري بره. لا انا عايز اعرف باقي الحكايه. لا حسام حسن لقى تعبان في الجزمه وعارف ان رضا عبد النار هو اللي حطه. ما هو رضا عملها دي ونزل على الملعب جري. وحسام يجري وراه والناس مش عارفه هو بيجري وراه، ورضا يجري يلف في الملعب واحنا نجري وراه هيموته. ما هو تعبان ده حسام لو شاف عصفوره تقول لي تعبان. لا لا برضو في مواقف بتحصل. احكي لنا محضر اثبات الحاله اللي عادل عبد الرحمن عمل مكان معاك في الزمالك. عادل هيزعل. بس الحاجات دي زي رأفت الهجان بقى لها 30 سنه فتتقال. النهارده حلاوه الموضوع النهارده ايه؟ حاجات فيها حاجات من الماضي لذيذه كوميديه. لا لا كلها ضحك ما شاء الله. احنا عندنا هولد كده في الكوره شويه والدنيا مريحه شويه. ايوه فكويس نفتكر الحاجات الحلوه بتاعت الماضي دي. لا بس دي جامده قوي. دي جامده اجمد حاجه قابلتني في الكوره. يلا بينا. لما رحت انا والزمالك انا وعادل وكان ايمن شوقي قبلينا سبقنا، فانا رحت انا وعادل فمضينا العقد. فلما جه المدربين كان احمد رفعت الله يرحمه فاروق ما هي وجهه نظر. فقال لا احنا مش عايزين عادل، وكان مضى العقد. فجه عادل وكنا عاملين معسكر في مصر الجديده. فجه عادل ينزل الملعب فقالوا لي بلاش ومش عارف ايه عشان ما نحرجوش وخلاص يعني يروح حته ثانيه وكده. فقلت لعادل بلاش، فقال لي لا انا هنزل. فجه نزل الملعب قالوا له لا مش هينفع انت مش يعني مش هنبقى معانا في الفريق. فعادل لابس الشورت والفانله وجزمه الكوره فقال ماشي. فراح واخد العربيه وايه اسم كده جنب ايه في مصر الجديده كده جنبينا وراح يعمل محضر اثبات حال عشان عامل عقد. فدخل السول راجل كبير وشكله ما بيفهمش في الكوره يعني. فلقى واحد دخل عليه بشورت وفانلة قال له لو سمحت انا عايز اعمل محضر. قال له ليه؟ قال مش عايزين ينزلوني الملعب. قال له يا ابني طب وليه؟ طب ما تلعب في الشارع اللي ورانا تاني، انت راجل تعمل في اصحابك محضر. العب في الشارع اللي ورانا، الشارع فاضي. ما فيش كابتن عادل. وما يعرفش بقى عادل ولا يعني. هو الراجل ملوش في الكوره وبعد بيقول لواحد مش عايزين ننزلنا الملعب. قال له روح العب يا ابني في الشارع اللي ورانا يا ابني، طب انت هتعمل محضر في اصحابك. فبص له كده قال له صاحبي انا عايز اعمل محضر في نادي ما بينزلونيش الملعب. قال له فجي واحد بقى مش. قال له فهو فاكر ان بيعمل عشان ما بيلعبوش في الشارع. ده ضحك جدا. لا
دي لما عادل جه حكى هلبا، واصل كابتن عادل اصلا دمه خفيف جدا، فهو عادل من الموقف قعد يضحك وبتاع، ولا عمل محضر ولا عمل، راح واخد بعضه وماشي. قالوا روح العب مع ناس ثانيه في الشارع، العب مع ناس يا ابني، عايزين يوقفوني جون، عايزين يوقفوني جون في الشارع، عايزين يوقفوني جون يا باشا، اعمل لي محضر هنا عشان الناس دي. قصة حلوة. لا جامدة دي. بص انا لما جه حكى لنا عادل دي بقى، بس نادي الزمالك رضاه ووداه اعارة نادي الوحدة وكده، برضه نادي الزمالك ما سابوش يعني. هو لما عمل عقد فهو المدير الفني مش عايزه. لا بصراحة الزمالك برضه جاب له عقد في نادي الوحدة السعودي وراح لعب سنة هناك يعني وكده. بس ما اعرفش بقى راح الاسم عمل محضر تاني ولا لا بقى. جميل الكابتن عادل. لا لا طيب ذكر دايما محترم. لا بس ده عشرة عمره هو. انت لسه بتقابله؟ على طول والله. على طول عادل. انا دايما بقابل الكابتن عادل. عادل صديق والله عزيز يعني. احكي له على الموقف ده هيقول لك. هو الكابتن عادل ما فيش قاعده مش شاركنا فيها الا لما يبقى فيه كميه ضحك مش طبيعي. لا دمه خفيف وهو ما كانش بيعرف يلعب قوي يعني. يعني هو كان دايما طبعا هو كان يقول لك عمرو عبد الجليل وعادل مثلث وما طلعنا يعني. فانا على عبد الصادق بقى على خد عادل. طب عمرو بيعرف يلعب، عبد الجليل بيعرف، انت داخل كارت حشر. عادل لعب كاس عالم واحنا ما لعبناش. عادل كان لعب قبليه في النادي الاهلي بربع ساعه يعني. هو كابتن عليا انا كده عامل حسابي ابعت له الفيديو دوت وانت بتقول ان هو ما كانش بيعرف يلعب. لا ما هو ده دايما اقول له كده. طب حاشر نفسك ليه في المثلث؟ طب احنا كنا بنعرف نلعب. بس عادل سبحان الله من احسن الفراوده اللي جت مصر. بس ما خدش حقه. بكلمك بجد عبد الرحمن لا فرويد وكان لازم يحترف. الجوهري مش هياخده كاس عالم كده، انما عادل كان تقيل يعني. صحيح. سيبك احنا بنهزر، عادل اصل اخويا وعشره عمر يعني. كابتن عبد الجليل انت دايما بتشرف ودايما بتنور. النهارده الحوار معاك كان ممتع جدا. ربنا يخليك بجد. حلاوه الحوار النهارده انه كان في حته ثانيه خالص، فكرنا بايام. لا انت فكرتني بايام جميله. صح. وانا الشريط بيعيد قدامي في كل موقف من المواقف دي. بعدين عندنا مواقف كتيره قوي قوي. في حاجات تتقال وفي حاجات تتقال بره في الكواليس ما ينفعش تتقال. طب نروح نطلع بقى نسمع اللي في الكواليس. نطلع. شرفت ونورت يا كابتن محمد. شكرا جزيلا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على ألف خير.